بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياة وحلقة جديدة من الملاعب اليوم طبعا هنتكلم في حاجات كتير مع ضيف مهم النهارده لكن انا يمكن النهارده اول اطلع بعد موضوع آه ليبيا وشهدائنا في ليبيا فطبعا بنعزي كل المصريين على هذا الحدث الاليم انا بعزي يعني اكيد سيف طبعا عمل الموضوع ده قبليه ولكن كنت اول مره اطلع لازم نعزي وحدث طبعا اليم جدا ولكن الحمد لله يمكن جيشنا العظيم يعني خد حقنا وهياخد حقنا باذن الله ان شاء الله باذن الله يمكن كل الناس متابعه الاحداث ومتابعه الاخبار اليومين اللي فاتوا دول ان شاء الله باذن الله يعني اللي حصل يعني يكون برد نار ناس كثيرة وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله لمصر ان شاء الله باذن الله في حاجات كتير جدا اكيد في الكوره بتتاثر بالسياسه بشكل كبير جدا وتأثر بالاحداث اللي حوالينا يمكن هنتكلم في حاجات كتير الاهلي طبعا النهارده سافر هيبقى معانا شفتوا يمكن فاتت عن سفر الاهلي النهارده وهنتكلم من هناك معانا حلقه النهارده يمكن هنروح لغايه الساعه 8:30 مساء يعني حلقه خاصه عن النادي الاهلي واحداث النادي الاهلي وسفر النادي الاهلي ولقاءات مهمه مع رئيس النادي الاهلي واعضاء فريق النادي الاهلي كان مدربين او مدير كوره او لاعبين ان شاء الله من زميلنا مهيب عبد الهادي في الجزائر هيكون معانا في حلقه مهمه ان شاء الله باذن الله النهارده هيكون معانا كابتن النادي الاهلي يمكن أكتر من حمل كؤوس النادي الاهلي على مر على يعني على مر التاريخ كابتن شادي محمد هيكون ضيفنا النهارده ان شاء الله نتكلم عن الاهلي وفاق صيف وتوقعاته المباراه المهمه مباراه السوبر الاهلي بطل الكونفدراليه ووفاق صيف بطل الدوري الابطال هيبقى طبعا ماتش مهم جدا هيكلم مع الكابتن شادي محمد باذن الله الزمالك واخد طلبات عمر جابر ونادي الزمالك والايقافات والعرض اللي برضه هقول لكم ايه اخر الاخبار الدوري يمكن برضه عايز ابتدي بالدوري ان الدوري كان في اجتماع مجلس الوزراء امبارح وكان المفروض انه يقرر فيه عوده الدوري لكن بعد احداث طبعا ليبيا واللي حصل بعد كده من تداعيات تاجل الكلام يعني ما تناولوش اطراف الحديث عن عن الدوري العام واجلوا الحديث عنه لاجتماع مجلس الوزراء الاسبوع القادم وبالتالي يوم 19 طبعا اي كلام اللي كان متقال في الاول ده على الاتحاد الكوره مش هيتعمل طبعا وغالبا يعني يقال بقى ممكن يبقى بعد المؤتمر الاقتصادي ما اعتقدش انه هيكون قبلي لان قبلي دي هيبقى ما فيش وقت كتير احنا الاسبوع القادم الاجتماع يعني هيبقى حاجه و20 الكبار انتوا عارفين <applause> 28 أو 29 اسبوع يوم فبالتالي ما اعتقدش هيكون قبل المؤتمر الاقتصادي لو راح لبعد المؤتمر الاقتصادي هيبقى الموضوع طبعا صعب جدا او بقى هيتلعب ولكن هيبقى هيتاخر جدا 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 يمكن يعني مش في القريب العاجل ولا في القريب حتى هيكون اعتقد اعتقد يعني هيكون في دوري عام هنرجع ليه ايام تاني اللي هي الماتشات الوديه بقى والكلام ده يمكن الزمالك كان بيلعب النهارده الشباب الزمالك كسبوا 3-0 آه هنتكلم في حاجات كتير زي ما قلت لكم النهارده عندنا آه تعال الاول ياسر ناخد عناوين اخبارنا طيب هنشوف نشوف مع بعض عناوين اخبارنا في ايه النهارده الاهلي يصل الجزائر في رحله حلم السوبر عمر جابر يسلم الزمالك عرضا مباشرا الهولندي ريكارد راح بتدريب المنتخب الاول شادي محمد في ضيافه الملاعب اليوم طيب النهارده طبعا كابتن شادي محمد زميل عزيز وطبعا واعلامي معانا في الاعلام الرياضي في قناه النادي الاهلي طبعا هيكون معانا ضيفنا في الملاعب اليوم يمكن من زي ما قلت لكم من اكثر اللاعبين اللي شالوا كؤوس للنادي الاهلي وهو هو كابتن النادي الاهلي شادي من الناس اللي لعبت بطولات كتير جدا للنادي الاهلي وشال بطولات كتير جدا وبالتالي النهارده او يعني هنتكلم عن بطوله مهمه للنادي الاهلي بطوله السوبر يعني ارقام قياسيه الاهلي لو كسب ماتش السوبر ده هيبقى ارقام قياسيه آه للمره السابعه على التوالي بيفوز بالسوبر ل... آه هيبقى 21 بطولة أو 22 بطولة هيبقى بيأكد جدارته بأكتر فريق حقق بطولات على مستوى العالم أرقام كتيرة جدا الأهل هيشتغل بيها ويشتغل عليها بشكل كبير ده يمكن لقطات لبعث النادي الأهلي من مطار القاهرة كابتن علي ماهر أو بدل النادي الأهلي يمكن ما شفتهاش قبل كده في أي سفرية يمكن دي أول مرة يطلع بالبدل وفي الكرافطة الحمراء آه يعني لعيبة ادي مسعد عوض زي ما قلت لكم النهارده هي حلقه خاصه عن النادي الاهلي كابتن وائل جمعه قدامنا حلقه خاصه عن النادي الاهلي وهنتكلم من الجزائر من كل حته في الجزائر كابتن <applause> أه، زميلنا مهيب عبد الهادي هيكون معانا من هناك لقطات وحصريه للملاعب اليوم أه، هيبقى معانا جزء من التمرين ان شاء الله ونشوف اول تمرين للنادي الاهلي في الجزائر الجو هناك اعتقد انه جيد يعني مش زينا النهارده ساعه تلج في مصر عندنا لكن هناك اعتقد جو هيكون احسن اللعبة مركزه جدا في البطوله وماتشات البطوله دي الماتشات الواحده دي بتبقى سهله شويه لاي فريق ان هي ماتش واحد تاخد بيه بطوله وبطوله مهمه وبالتالي الاهلي عنده من الخبرات انه يادي بالشكل ده ممكن الاهلي اه ما يكونش كويس قوي ما يكونش جامد زي زي زمان ولكن زي ما قلت لكم ماتشات اليوم الواحد دي والبطولات اليوم الواحد دي بتبقى سهله يعني ممكن تلعب ماتش صح المدرب يعمل تشكيل كويس يعمل استراتيجي جوه الملعب كويس يقفل الملعب كويس تلاقي الدنيا تاخد بطوله وتكتب لك بطوله والراجل ده محظوظ يعني مستر جريدو او بيعرف ياخد بطولات ازاي يمكن خد السوبر المصري الكونفدراليه ودي البطوله الثالثه بالنسبه له لو خدها يبقى راجل 100% في, في كل البطولات اللي خدها. يعني أقول لكم يمكن اول خبر معانا هو حرصه مشدده على بعث الاهلي في الجزائر فرضت قوات الامن الجزائر حراسه مشدده على بعثه فريق النادي الاهلي منذ وصوله مطار الجزائر سال مواجهه وفاق طيف الجزائري في بطوله أفريقيا والمقارنه السبت المقبل كانت بعثه الاهلي برئاسه الاستاذ او المهندس محمود طاهر قد وصلت مطار الجزائر ظهر اليوم وتوجهت لزياره قبر الشهيد وبعدها الى فندق الاقامه للخلود للراحه طبعا المواضيع هديت بينا وبين الجزائر بشكل كبير وبقى الحمد لله الدنيا بقت اهدى بكتير خلاص يعني الحمد لله المشاكل كانت موجوده من اربع خمس سنين راحت تماما والناس كلها دلوقتي يعني العمليه رجعت طبيعيه كما كانت خلينا نطلع لتقرير مع اول تقرير مع رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر ونشوف قال ايه عن هذه هز المباراه المهمه والمرتقبه الاهلي مر بظروف دي كتير جدا على ارضه وكان بيكسب البطوله طبعا عامل الارض وعامل الجمهور بيدي افضليه كبيره لصاحب الارض لكن النادي الاهلي دايما بيبقى حاضر في المناسبات الكبيره ودايما النادي الاهلي نادي بطولات ودايما بيكون موجود عند الحدث. هو طبعا احنا يعني الـ 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 الامور دي متعودين عليها في النادي الاهلي والنادي الاهلي بفرقته بلاعبته بإداريه وبمديريه متعودين على هذه الظروف دايما ودايما بنلعب في ظروف صعبه. ودايما الاهلي بيخرج من الظروف الصعبه واقف على رجليه واقف بقوه احنا عندنا ظروف صعبه طبعا بيمر بيها النادي الاهلي كنشاط رياضي او ككره و عموما في في البلد انما ان شاء الله اعتقد انه هنؤدي والرجاله بتوعنا دايما بيؤدوا في الازمات احسن ما بيؤدوا في العادي فان شاء الله هيبقى مباراة جميلة تليق بالفريقين باذن الله محمود لفته طيبة منك يمكن في بداية الأحداث كان ليك عمل رائع جدا وأعلنت الحداد ومسندتك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك والأحداث اللي حصلت، دايماً النادي الأهلي بيبقى موجود في الأزمات الكبيرة لا ده موضوع ده ده مش مش موضوع أنه مجاملة أو أو موقف ده واجب لازم كل واحد فينا يقوم بدوره و وده, وده دورنا لو ما قمناش بدورنا وهي الادوار لما ما في وقتها يبقى ملهاش لازمه فالحمد لله احنا قدرنا ندي احساس للناس قد ايه احنا متاثرين بالموضوع لانه الموضوع له هو اهلي وزمالك ولا اهلي وفاسطيف ولا زمالك وفاسطيف الموضوع ان نريد ان نتمتع بكره قدم حلوه نريد ان نتمتع برياضه جميله على المستوى المصري وعلى المستوى العربي كله وعلي المستوي الافريقي وبنتمني ان احنا نقدر نوصل رسالتنا للمحيط اللي حوالينا كله بحيث ان شاء الله هي دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها وهي دي الرساله اللي احنا جايين عشانها تاني شهداء جماهير نادي الزمالك طبعا يعني شهداء شهداء مصر يعني هم شباب مصري زي الورد رايح يتفرج على ماتش كوره يستشهد يعني الحقيقه حاجه محزنه وحاجه بنتمنى انها لا تحدث مره اخرى اخيرا ان ان الامور دي كلها تنتهي ونعبرها يعني. اخيرا راي حضرتك مهم جدا في عوده النشاط اه طبعا لا انا مع عوده النشاط ده ما ده موضوع ما فيهوش نقاش بالنسبه لي انما برضو انا عايز اقول حاجه انه اذا لم يتم وضع ضوابط واليات مظبوطه ومحترمه لعوده النشاط يشارك فيها جميع الاطراف يتحمل كل طرف مسؤوليته لا بد من عوده النشاط لانه معنى عدم عوده النشاط انهيار الرياضه في مصر خليك ف... راي حازم في عوده الجماهير طبعا و... لا طبعا إذن... وانا طبعا من... من اول يوم وبقول واحنا من اول الناس اللي طالبنا بعوده الجماهير رغم المجموعه الواحده وقالوا الاهلي والمصري ومش الاهلي والمصري آه. وتخطينا هذه العقبه وقدرنا نعدي بالماتش البر الامان انا بعتقد ان لو كل واحد شال مسؤوليته و... ولو حوسب المسؤول لو المسؤول على ما يفعله آه اعتقد ان احنا هن... هنقدر نرجع النشاط ونرجعه كل كلمه الجماهير نادي الاهلي طمنهم على مباراه الاهلي وفاق ان شاء الله هنكسب إن شاء الله جماهير نادي الاهلي تفرح كعادتها احنا متعودين على المكسب والنادي الاهلي متعود على المكسب عارفين انها مباراه صعبه عارفين انها مع نادي قوي عارفين ان هي في ظروف صعبه بيمر بيها النادي الاهلي انما ان شاء الله انا متاكد ان الرجاله اللي قاعده دي كلها هتحاول ترجع لهم بالكاس باذن الله. وفي يا فندم ودايما موفق مشرفه للنادي الاهلي وهو ده النادي الاهلي. اشكرك يا ده كلام طبعا رئيس نادي الزمالك مهندس محمود طاهر يعني مع عوده النشاط الرياضي من اهم رئيس النادي الاهلي وانا قلت يا ياسر <applause> رئيس النادي الاهلي معلش انا اسف طبعا رئيس النادي الاهلي اكيد ومن اكثر الرؤساء احتراما ونقدرهم ونحترمهم بشكل كبير وراجل موزون الكلام وهادي دايما الطباع المهندس محمود طاهر وبيشتغل بشكل كويس جدا يمكن كان عليه هجوم اول ما مسك ولكن ابتدى التون ينزل بشكل كبير مع حاله النادي الاهلي مع يعني الوضع المستقر في النادي الاهلي اشتغل بشكل جيد موجود مع فريق في اول بطوله خارج الـ خارج الـ يعني قطر يمكن دايما مصر الاهلي لعب السوبر في مصر ولعب في فاينل في مصر ولكن السوبر مع الجزائر هو عايز يكون يقود هذا الفريق ويكون هو رئيس البعثه بنفسه يعني كلامه زي ما قلت لكم بيؤكد على عوده النشاط انه لازم يكون النشاط موجود ولازم الحياه ترجع بالنسبه للنادي الاهلي وكره القدم المصريه. المسؤول دايما بيبقى بيبص الموضوع بنظره مختلفه لانه مسؤول عن الناس اللي كل في الطياره دول هو المسؤول عنهم اكلهم وشربهم ورزقهم بعد ربنا سبحانه وتعالى هو رئيس النادي لان هو اللي مسؤول عن الناس دي كلها لو ما فيش نشاط هو اللي هيشيل الليله دي كلها ومن أسوأ الحاجات اللي موجوده للمسؤول انه يكون مسؤول عن فرق و, و... ومستقبل لاعبين وهو ما عندوش النشاط وما عندوش الانكم اللي يدخله او الفلوس اللي تخش انه يصرف بيها على الفريق الفرق بتاعته من اصعب الحاجات ومن اصعب المواقف اللي بتقابل اي مسؤول وده يمكن ابتدى الموضوع ده ما نشوفوش السنه اللي السنه دي بوجود رعايه ووجود قنوات والشغل ابتدى يخش تاني للفلوس للانديه ولكن مع توقف النشاط هترجع تاني زي ما كنا من سنتين ثلاثة والدنيا هتقف وده يمكن اللي الناس كلها مش عايزاه الاهلي بينقل تدريبه او بينقل تدريبه من في الجزائر لملعب الجيش بدا من 5 يوليو طبعا انتوا عارفين ملعب 5 يوليو دايما هو الملعب الكبير اللي موجود في الجزائر وكل الماتشات المهمه بتبقى فيه ده اللي يمكن عمله كارلوس جاريدو انه عايز ينقل أو هينقل التدريبات الفريق الأول اليوم من ملعب الجيش بدأ من ملعب الفرعي لخمسة يوليو إلى ملعب الجيش هينقل ليه لبعد المسافة بين فندق الإقامة في العاصمة الجزائرية وملعب خمسة يوليو الحراره بتهدد مشاركه متعب في السوبر الافريقي اصبح احمد متعب مهاجم في مهددا بعد من مشاركه مع فريقه في السوبر الافريقي امام فريق في الجزائري السبت المقبل بسبب عدم استقرار حالته حيث يعاني من ارتفاع في درجه الحراره ويحاول الجهاز الطبي الحاق بهذه الموقع الحاسمه من خلال منحه مضادات حيويه عم... متعب من اللعيبه المهمه جدا 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 حتى لو على ولكن انه يكون موجود الماتشات دي بتاعه خبرات بشكل كبير لازم يكون لعيبه مهمه هتلاقوا مكان متعب برضه من اللعيبه اللي موجوده مش يعني ما فيش حد قدر يبزغ قوي في عدم وجود متعب يعني فيش حد تقدر تقول ان هو يقدر يقعد متعب حتى لو متعب مش في حالته الطبيعيه لا عبد الظاهر ولا صلاح الدين سعيد كلهم لعيبه كويسه ولكن حتى متعب هو مش في حالته الطبيعيه يقدر يبقى احسن منهم لغايه دلوقتي ما فيش حد فيهم بصراحه يعني لفت الانتباه او او اكد باحقيه مين اللي يكون اساسي لو تلاحظوا هتلاقي دايما ان جريده على طول بيغير في المنطقه دي يعني راس حربه ده من اكتر الاماكن اللي في النادي الاهلي هو تغيير للاعبين مش مستقره خالص على مين الفراوده وبالتالي عدم وجود متعب او مش موجود في حالته اكيد ده هتؤثر بكتير على يعني الحاله الهجوميه للنادي الاهلي هروح للزمالك عمر جابر يسلم الزمالك عرضا رسميا لشراءه من نادي بلجيكي انتوا عارفين عمر جابر راح من يومين وما دخلش وبعدين قال انا اشتكى راح الزمالك شاكيه كان في النهارده المفروض التحقيق بتاعه الساعه 12 اتاخر ساعتين فاتلغى التحقيق وقالوا هيعملوه في يوم اخر وراح لهم بعرض شراء من نادي بلجيكي ده اللي عمله عمر جابر يعني هقول لكم برضه واضح ان العمليه يعني صعب ان عمر يرجع يلعب حتى زمايله يمكن اول يوم راح في ناس كتير يعني اتعاملت معاه بفطور شويه اه يا الكلام والتصريحات كلها اللي بتطلع على الملأ طبعا كلام آه احنا هنسلم عليه فيش اي مشاكل وبتاع لكن اللي في القلب في القلب واللعيبه اكيد زعلانه آه من عمر بشكل كبير يعني انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب ان عمر يخش تاني جوه الفريق اه زملكاوي بيحب الزمالك لكن آه مش هيبقى هو مرتاح ومبسوط وهو بيلعب ولا هيبقى الاداره ولا اللاعبين مبسوطين وهو موجود انا شايف الحل الطبيعي في الحاله دي ان يعني آه اقعد عمر خد عمر بيعه تفقد فلوس واشتغل انت وهو يلعب ويتالق في حته تانية لان هو مش هيعرف مش عارف يشتغل مع الاداره الحاليه طبعا اكيد لما يبقى عارف ان الاداره مش مش طايقاه ومش عايزاه هيبقى صعب ان هو يديها يعني ولا اللعيبه حتى مرحبه بيه بشكل كبير اه ممكن يعني يبقى زي ما قلت لكم الكلام حلو قدام الكاميرات ولكن اكيد المعامله هتكون مختلفه في الملعب واهم حاجه في في اللعب او في الفريق ان يبقى الفرقه حته واحده او يبقى الفريق كتله واحده بغض النظر مين مع مين او مين ضد مين ولكن لازم يكون كل الناس علاقه جيده عشان تقدر تكسب وتقدر تحقق بطولات يعني يمكن ده مش موجود حاليا بين عمر وبين اللعيبه او بين عمر وبين الفريق وبالتالي انا شايف يعني الموضوع سهل يعني خد يعني خد العرض البلجيكي ده محمل الجد وبيعه يعني يعني مش مش هتخسر حاجه انت كاداره أه وهو الولد يقدر يشوف حياته ويشوف تاريخه ويشوف يعني مستقبله لانه اكيد مش هيفضل طول عمره قاعد لا بيتمرن وتحقيق ومش هيلعب فالموضوع هيبقى بالنسبه له انت بتخلص عليه فنيا ولا بتستفيد منه ماديا يعني دي نصيحه مني للناس اللي ماسكه في نادي الزمالك أه وبرضو وبرضه بالحاجات اللي في نادي الزمالك اليومين اللي فاتوا دول امبارح يمكن سمعت انه هنصرف قصه منع من دخول النادي ودي حاجه برضه يمكن عشان انتقد المجلس الحالي وانتقد بشده يعني المجلس الحالي وده يمكن تاني او تالت واحد يمنع من دخول النادي عشان الانتقاد وبصراحه يعني مش عارف الانتقاد رئيس الجمهوريه بينتقد رئيس مجلس الوزراء بينتقد اي حد في مصر بينتقد حاليا وبالتالي طبيعي ان الناس تنقد في نادي الزمالك مش حاجه يعني نادي الزمالك ما انزلش ان هو ما ينتقدش يعني اه الناس عملت حاجه كويسه جوه النادي لكن في حاجات ممكن مش كويسه في نظر ناس ثانيه ده النهارده ده, ده ده من تاتي يوم من التحقيق لما راح هو حتى وشه اصفر هو داخل وشكله يعني متاخد شويه ومخطوف شويه وهو داخل لان مش عارف هيخش يلاقي ايه مش عارف هيخش يلاقي ناس زمايله عامله ازاي انا بقول لكم على موضوع مهندس رؤوف جاسم من حقه ان ينتقد يعني طبيعي ما فيهاش حاجه لاداره ما هو ما حدش بيجمع يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ما حدش اجمع عليه فبالعكس انا شايف المواضيع دي بتكتر ال, ال الناس انها تعارض والناس انها تنتقد اكتر طول انت بتقابل بت 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 النقد انك تمنعه من دخول النادي، ده كان قائد مجلس اداره سابق، كان رئيس نادي سابق، مجرد ان هو قال ان انت مش موفق او انت مش كويس مش معناه ان هو هيخش النادي، بغض النظر يعني علاقات سابقه بقى لكن انا بشوف ان مجلس اداره الموضوع ده بيخسر فيه كتير وما بيكسبش، هم عارفين بيعملوا ايه اكيد، ولكن انا بقول لهم يعني ما ينفعش ان حد ينقد حد تمنعه من دخول النادي، ما فيش حد في العالم بيعمل كده زي ما قلت لكم في جرائد معارضه كتير جدا وفي ناس بتنقض الرئيس وبتنقض رئيس الوزراء وبتنقض الوزراء واي و... حد قابل للنقد يعني فيش حد في العالم مش قابل للنقد حتى لو النقد بيبقى ساعات آه في هجوم شويه ولكن الناس هي اللي بتحدد يعني الناس بتعرف تقرا الب... المقال الراجل ده بينقض ولا ده مغرض ف يعني انا ب... بناشد الناس في اداره نادي الزمالك يا جماعه مش النقد مش عقابه ان انا امنع الناس من دخول النادي ابدا ابدا مش الكلام مش الكلام هو اللي بيخليك تمنع اللوائح اللي في النادي هي المفروض تخلي الناس تخش او ما تخشش لو عمل حاجه مخالفه للقانون جوه النادي عمل حاجه ضد نادي الزمالك جوه ده اللي ممكن تمنعه لكن ان هو ينقد على صفحات جرايد او ينقد على فيسبوك من حقه انه يقول اي حاجه يعني يعني على كده كان ممدوح بس منع الناس كلها تخش النادي كان ساعه ايام كان ماسك كان كل الناس بتنقد فيه يعني طيب زي ما قلت لكم الزمالك بيطلب كمان اللعب استاد القاهره في دور ال 32 للكونفدراليه أه 14 مارس ان شاء الله اول ماتش للزمالك في الكونفدراليه الزمالك هيكون جاهز اكيد ان شاء الله مع فرقه مدرب مدرب قوي جدا مدرب رائع ولكن جه في ظروف طبعا صعبه جدا ولكن من احسن المدربين او احسن سي في جه مصر اعتقد من فتره كبيره جدا احسن او يمكن احسن سي في يعني ما ان كان احسنهم على الاطلاق مفيش فيش حد جه بالشكل ده لمصر راجل لاعب تشامبيونز ليج خد من احسن المدربين في اوروبا كان واقف في صوره احسن 10 مدربين في اوروبا فبالتالي سي في قوي جدا جدا مدرب قدير ومدرب عالمي بكلمة بش... كلمه عالمي فعلا هو هذا المدرب اكيد هيعمل طفره مع النادي ولكن وانا شايف التوقف الدوري ده بالنسبه له في صالحه طبعا هيقدر يشتغل مع لعيبه كويس هيقدر يشوف اللعيبه بشكل احسن لو كان جه في وسط الماتشات كان هي... يعني هيبتدي مش فاهم قوي هيبقى ممكن تضيع منه نقاط كثيره ولكن التوقف ده في صالحه هو مش في صالح طبعا الدوري ككل يعني مصير الرياضة يطالب بتقرير مفصل عن حريق الهدف. تعرفين موضوع حريق الهدف ده بقاله إمبارح جات ناس كده أربعة ملثمين ودخلوا الهدف وولعوا شماريخ في بعض الحاجات أه ولعت ده يمكن بيقولوا باليوم الثاني على التوالي على فكرة يحصل فيه هذا الكلام. أنا ما أعرفش ليه ما بيقولوا يعني أربعة أو خمسة بس اللي دخلوا مش عدد كبير ما أعرفش فين السكيورتي ولكن أنا ما أعرفش الناس دي هدفها إيه غير إن هي عايزة تعمل بلبلة عايزة تعمل أه مشكلة. المشروع الهدف ده حاجة قومية، يعني حتى الناس اللي بتحرق دي مش فاهمة يعني أو عندها جهل أو أو ناس عايزة تعمل حاجة بتخرب وخلاص، يعني إيه الهدف إنك تحرق حاجة مشروع قومي؟ يعني لا نادي مثلاً أنت ضده أو ضد إدارته ده مشروع قومي يعني كل انتخابات مصر بتقعد فيه، الملاعب كلها لمصر كلها، للعيبة مصر كلها، إيه التخلف اللي إحنا عايشين فيه ده؟ أنا يعني ما بشوفش الناس دي ما أعرفش بتفكر إزاي إنها تولع حاجة قومية، يعني حاجة مش بتاعة حد. مش مش ملكيه خاصه مش بتاعت يعني ما اعرفش الناس دي مصريين ازاي انا ما اعرفش ربنا بلانا بناس في الفتره اللي فاتت دي غريبه وفكرها غريب وتفكيرها غريب يعني انت في موضوع ريناردا انه خلاص تقريبا 90% 99% مش هيجي مصر ريكارد بيرحب رايكارد بقى المدرب الهولندي طبعا اللي مسك برشلونه وهو نجح مع برشلونه فقط ولكن سقط في 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 تركيا وفي في السعوديه بشكل كبير ولكن هو عايز يشتغل ما عندوش اي شروط ان هو يشتغل في مصر ده اللي ابداه الهولندي فرانك رايك المدير الفني السابق لنادي برشلونه موافقته على تدريب منتخب مصر في المرحله المقبله خلفا لشوق غريم زي ما قلت ده هيكون في حاله فشل التعاقد مع هيرفي رينار يمكن رينار وكيل رينار النهارده بيقترح الجبليه بعدم رغبته في تدريب الفرعنه الراجل ماشي كويس مع ساحل العجخة معهم بطوله وده يمكن التص... النهارده حصل اتصال تليفوني بين آه وكيل اعماله واتحاد الكوري فيه برفض رينر القدوم الى القاهره لتولي تدريب منتخب الفراعنه خلال الفتره الحاليه وارجع كيرس رفض عرض الجبلات تدريب الفراعنه بسبب آه يعني عدم وضوح رؤيه آه عوده الدوري زي ما قلت لكم في الحاله دي ممكن يكون ريكارد هو الم... <applause> المرشح ولكن قبل ما تجيبوا ريكارد يا جماعه بقى راح منتخب السعوديه لم يفعل شيء كان عنده عقد تاريخي يعني بالنسبه للارقام الماديه ولكن لم يفعل شيء ولكن تفضل الكره الهولنديه من احسن الكرة المدارس اللي الواحد شافها في حياته ان كان على حتى في مصر او برا مصر دايما الفرق الهولنديه او المدارس الهولنديه عندها سيستم وعندها طريقه لعب وعندها شكل يعتبر من من الناشئين للكبار يعني من الناس اللي لها فكر ووعي كبير جدا جدا ولكن ما رأيك بقى هيبقى عامل ازاي مع منتخب مصر. كينيا بتطلب تاجيل مواجهه المنتخب الاولمبي اسبوع ده لتلقاه حد الكرة آه، لازم في الاخير تأجين مباراه امام منتخب مصر المصري لمده اسبوع بحيث يوم يوم 7 مارس بدل من الاول من مارس اصلا تواجد 8 لاعبين كنيين مشاركين في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه النهارده في ماتشات اليوروبا ليج آه، عايز اقول لكم النهارده في ماتشات منهم هيلعب صلاح اكيد مع توتنهام يمكن صلاح شفناه الاسبوع <applause> اللي فات متالق بشكل كبير مع فرونتينا في ماتش كان مهم جاب جون وعمل جون عنده ماتش مع توتنهام وهو تالق مع توتنهام ايام بازل النهارده عنده ماتش كبير مع توتنهام الانجليزي ان شاء الله هيكون بيلعب ويمكن عشان تعرفوا ان صلاح برضه ابتدى يبان بشكل كويس ان مونتيلا غير طريقه اللعب عشان صلاح يلعب يعني مونتيلا كان بيلعب 3 5 2 الماتش اللي فات اللي لعب فيه صلاح او ابتدى فيه صلاح لعب ب 3 قدام مش ب 2 بس اللي هم كان دايما بيلعب لعب 4 3 3 او 4 يعني 3 4 3 بعض الاوقات وده يمكن لما يبقى مدرب بيغير طريقة لعب عشان لعيب فتعرف ان اللعيب ده واخد من اهتمام المدرب واخد من وعنده اقتناع تام بيه لانه بيغير شكل فريق بيغير طريقة لعب انت في الاسبوع الاول او الثاني في الدور الثاني يعني انت خلاص تأقلمت على الطريقة اللي بتلعب بيها لكن غيرها كومبليتلي او كلية عشان الراجل اللي اسمه صلاح وده بالتالي يدل ان مونتيلا مقتنع بصلاح بشكل كبير ده طبعا كان بس عايز اقول لكم حاجة فرقة ساسولو هي يعني من يعني مش فرقة كبيرة فرقة جيدة عمل ماتش كويس قوي صلاح ويمكن جاب هدف هو نوعيه صلاح اللي هو في المساحه الخاليه السرعه بتاعته دايما يجيد صلاح في هذا الشيء او في الطريقه دي بالذات او بصناعه او بشكل الجون اللي جاوه ده هو ده صلاح هو ده الجون اهو بابكر عملها له الانطلاق بتاعه زي ما كنا بنشوف ايام منتخب مصر زي ما كنا بنشوف ايام بازل زي ما حتى شفناه في ماتش ليفربول اللي جاب فيه جون بالشكل ده او الارسنال لا الارسنال سوري هو نفس طريقه صلاح اللي هو بياخد من قدام بالسرعه وفرق السرعه بتاعه بيقدر ينهي الهجمه انا زي ما تقول في ماتشات كتير جدا اليوروبا ليج امبارح واول كان في ماتشات أه اول امبارح كان في طبعا تشيلسي وبي اس أه جي وتشيلسي وتعادل واحد واحد شاختر بايرن ميونخ تعادل 0-0 صفر امبارح صفر. كان بازل وبورتو تعادل 1-1 واحد, واحد والفريق الوحيد اللي فاز في امبارح هو او في المجموعه دي كان ريال مدريد اللي فاز على تشالكا بهدفين لا شيء وطبعا مارسيلو جاب هدف تاريخي لريال مدريد وكريستيانو طبعا كالعاده زي ما ريال مدريد يحقق الفوز الاوروبي الوحيد في دور ال 16 حتى الآن ثلاث تعادلات وفوز مهم لريال مدريد، خلينا نطلع نطلع لتقرير ولا فاصل آه يا طيب معانا حاجة خبر عاجل أول هنطلع طيب عمر جابر أنتوا شايفين أهو سيتوجه لجبلية السبت المقبل لسداد 350 ألف يورو قيمة الشرطة الجزائي مع الزمالك للانتقال لنادي بلجيكي، الكلام ده يا جماعة للانتقال الكلام ده انتوا عرفتوه دلوقتي حالا استاذ عمر الايوبي رئيس تحريرنا هو اللي جايب الخبر ده وجا من على لسان عمر جابر ان هو هيدفع طبعا 350 هيجوا له اكيد من النادي اللي هو لكن انا اتمنى الموضوع ما يكونش فسخ عقد عمر انت ابني نادي الزمالك وهم لازم يعرفوا هذا الموضوع ان الموضوع يطلع بالتراضي بلاش فسخ ولاش يبقى الامور تيجي يقول لك لا هو اللي يفسخ يبقى هو اللي شكله وحش يبقى هو اللي عايز يخ... يبين ان هو اللي ساب النادي يعني بلاش التفكير ما تحطش دماغنا بدماغ ولد صغير عنده 24 25 سنه احنا اداره نادي الزمالك اداره كبيره محترمه عملت حاجات حلوه كتير السنه دي من خلال بيع لاعبين وشراء لاعبين وعملت حاجات في الحته دي كويس في المنطقه دي اللي عمل فيها كويس اه في حاجات ثانيه ممكن يكون فيها بعض وطبعاً التنظيم والحاجات اللي فاتت دي والمشاكل اللي فاتت دي ولكن انت الحاجه الكويسه فيها هي كره القدم فما ما تلعبش فيها كتير خلي انا رايي الشخصي اعمل الموضوع بالتراضي بدل ما يجي يحط لك فلوس ويفسخ العقد انا عارف في ناس تفكيرها يقول لك خليه هو اللي يفسخ العقد هيبقى شكله وحش قدام الجمهور هو اللي هو اللي مش عايز يقعد في النادي احنا ما عندناش مشكله احنا قلنا له تعالى هو قال لنا لا يعني انا اتمنى الامور ما تبقاش تطلع في هذا المضمون او في هذا من هذا الاطار يعني لفاصل ونرجع نستقبل الكابتن شادي محمد الاعلامي والنجم الكبير هيكون معانا النهارده اتكلم معاه عن الماتش اللي جاي والماتشات اللي فاتت ورؤيته واراءه هو دايما ليه اراء متميزه اراء مختلفه اراء متطابقه معانا لكن دايما ليه اراء ودايما شادي محمد يفضل نجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر خليكم معانا بعد الفاصل الكابتن شادي محمد محمد عبد الفتاح صاحب الثمانية والثلاثين عاما وابن الإسكندرية ونادي الكروم الذي أخلص سنوات طويلة للكيان الأحمر منذ ارتدائه لقميص النادي الأهلي عام 1999 حتى عام 2009 بعد أن أجاد به الألماني رينارد سوبل المدير الفني السابق للأهلي قاد شادي محمد خط دفاع الشياطين الحمر في عصره الذهبي واختاره الساحر البرتغالي مانويل جوزي ليصبح قائد الفانيلا الحمراء ليسطع نجمه في سماء الساحرة المستديرة ويصنع تاريخا جديدا للأهلي برفقة جيل من اللاعبين حقق جميع البطولات المحلية والإفريقية خاض المدافع المقاتل 192 مباراة مع الأهلي وسجل 17 هدفا وتربى على عرش قائمة أكثر أكثر اللاعبين حملاً للكؤوس في القلعة الحمراء متفوقاً على عمالقة الشياطين الحمر السابقين، حقق شادي محمد 16 لقباً مع الأهلي، حمل منهم 13 لقباً ليصبح أكثر قائد في تاريخ القلعة الحمراء منذ تأسيسها عام 1907 رفع الكؤوس وساهم في إسعاد الملايين من عشاق الأهلي، حصل قائد الأهلي التاريخي على لقب الدوري العام ست مرات وتوج بكأس مصر أربع مرات. بالإضافة إلى خمس ألقاب لكأس السوبر المصرية كما توج أربع مرات بلقب دوري أبطال إفريقيا وأربع ألقاب للسوبر الإفريقية وساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية عام 2006 وفي عام 2009 رحل شادي محمد عن الاهلي وعيناه مليئه بالدموع لحبه وارتباطه بالمارد الاحمر والجماهير، ورحل الى الاتحاد السكندري ومنه الى الاسماعيلي ثم تليفونات باني سويف قبل ان يفضل الاتجاه الى الاعلام، وعلى صعيد المنتخب الوطني لم يحصل شادي محمد على حقه المشروع كأحد افضل المدافعين بمصر على الاطلاق الا في بطوله الامم الافريقيه عام 2008 عندما استدعاه حسن شحاتة وعاد الفراعنة من غانا باللقب الإفريقي تاني ونشكر زميلنا عمر ايوبي على التقرير واسراء طبعا زميلتنا كابتن شادي محمد اكثر من حمل كؤوس في النادي الاهلي ويعني 27 بطوله و19 بطوله ككابتن لعدد كبير جدا لم يحصل عليه أح... عمالقه النادي الاهلي لكن حصل عليه نجمنا في الحلقه الكابتن شادي محمد نجم مصر والاعلام العربي <applause> <applause> كابتن حازم برحب بيك وبشكر الاستاذ عمر على التقرير المحترم ده وان شاء الله تبقى حلقه بقى نرصد فيها حاجات كتير جدا نرصد دي تدل على لأ إنك انت <applause> قبل بقيت عندك حس اعلامي خلاص طبعا. الاول بقى يعني بشكرك شكرا جزيلا انت نورتني النهارده وانت راجل عندك برنامج انا عارف كل يوم يعني بالليل انك فضلت لنا وقتك دي حاجه بشكرك يا شادي شكرا جزيلا ودايما يعني ببص لما بشوفك ودايما يعني وانت قاعد كده بتضفي دايما نوع من البهجه والسرور دايما عندك خف الدم على طول تعرف تعمل حياه كده معينه لشادي محمد يعني الاول مبروك على البرنامج بتاعك ما هو دايما ناجح ويعني الحمد لله اسمع عمل يكبر مع ان الاعلام بالنسبه لك كان يعني وانت بتلعب ما كانش دماغك خالص تطلع اعلامي طب خلينا ناخد دي الاول كده شويه على الشادي الاول طبعا كابتن حازم في البدايه قبل اي حاجه طبعا لازم نعزي كل طبعا. شهداء مصر أكيد. وبعزي حضرتك في جماهير نادي الزمالك المحترمين أكيد. دايما الناس ماتت عشان بتحب ناديها عشان راح تشجع ناديها م. فلازم ياخدوا حقهم مننا يعني انا مش بتكلمش كمان بعيد عن التعصب وبعيد عن اهلي وزمالك طبعا. ما ينفعش الناس تموت عشان رايحة تحب ناديها او راحت تشجع ناديها خصوصا في الناس ما بتناقش بعض الموضوع النهارده اللي جاي من الناس اللي ماتوا تلاقي من كفر الشيخ تلاقي من المحله تلاقي من المنصوره من اسكندريه فالانديه الكبيره دي بيبقى لها جماهيريه في كل مكان فالعزاء واجب ليهم وكل شهداءنا سواء من الجيش او اخواتنا المسيحيين مش عايز اقول مسيحيين كل مصر ماتوا صح. عشان لقمه العيش فبعزي كل المصريين في كل شهداء يا رب تاني حاجه كابتن حازم انا بشكرك جدا جدا على المقابله دي انت واحد من رموز نادي الزمالك وحققت تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر فانا اللي بتشرف في وجودي معاك كابتن حازم لا ده انت مشرفنا و... ودايما الرياضي اللي بيعمل بطولات هو ده اللي احب يبقى دايما نشوفه ونشوفه بيتكلم ازاي وبي... ان بيعمل البطولات دي مش من فراغ واكيد مجهود وتعب وعرق كبير جدا لكن اضم صوت لصوتك طبعا ابتديت الحلقه بتعزيز شديد ده ولكن على موضوع الزمالك بالذات احنا مش ماسيين وهنفضل دايما نطالب بالحق الناس دي عشان ترجع باذن الله موضوع يعني مش هينزل او مش هيتطفي بالنسبه لنا او آه مش هيتنسي دايما هنكون الموضوع ده في دماغنا وهنقعد ندادي بيه كل شويه لغايه لما نعرف المواضيع هتروح فين ان شاء الله الموضوع ما يطولش ويبقى في تحقيق والتحقيقات تكون على اسرع ما يكون. طيب خلينا نرجع لحلقتنا النهارده يمكن دلوقتي حالا الكلام ده ده الصوره من ملعب او من اوتيل فندق رايحين حالا التامين الكلام ده صور مباشره او يعني من 10 دقائق حاليا لعيبه النادي الاهلي نزلت مطار دخلت الاوتيل راحت على التامين دي صور مباشره من الجزائر خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى نشوف الجزائر وماتش وفاق سطيف فرقه قويه جدا الاهلي بطل الكونفدراليه فاقصف بطل الابطال تحليلات كابتن شادي محمد معانا النهارده هيقول لنا رايه ايه في الماتش يلعب ازاي جريده يعمل ايه ده اللي هيكون معانا ان شاء الله بعد الفصل رجعنا لكم تاني ومعايا ومعاكم نجم النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي العصري وال يعني اكثر من حمل كؤوس للنادي انت اكثر من حملت كؤوس يا شادي 19 آه ولا في حد اكثر؟ لله. الحمد لله يعني كابتن خطيب وكابتن مصطفى و... ومين تاني وهادي و... وهادي وك... وابراهيم وحسام وليد صلاح كابتن الكبار دول كلهم ما حملوش كل هذا الكم من البطولات هي بس عفوا كابتن حازم هي ايه الفكره مش شادي طبعا يعني اكيد طبعاً موجود زميلك يعني زمايلك جيل معاك وجيل كامل كنا مش عايز اقول كلمه محظوظين لا كان في تعب كان في مجهود ما فيش مش هديك قوي يعني. غير لما تبذل مجهود وتبقى مركز وتبقى بتحب ناديك وتحافظ على تيشيرت ناديك ف... الحمد لله يعني كنا في ناس بت... يعني مش مش عليك بس يقول لك يعني يعني شادي وفي لعيبه كانت معاه كتير جدا كانوا ممكن انت بتشوف اكيد كنت تسمع الكلام ده اه طبعا بالعكس انا طبع. بشوف ان ده و... بالعكس ده اصرار بالصدفه والكلام الفارغ يعني. بص يا كابتن حازم انا انت عارف بص انا مشكلتي الناس بتزعل مني عشان انا آه صريح ده يمكن تمريرات مباشره كابتن آه. شادي من الملعب ملعب شكله آه. حلو بس ده آه م... يعني م... فرعي اكيد اتفضل آه بص هقول لك بصراحه الجزئيه دي الناس لازم تفهم ان فيه قواعد لكابتنه الفرق مثلا في الاقدميه ما ينفعش انت النهارده جاي بقالك سنتين وواحد بقاله مثلا عشر سنين وتيجي تقول له على المزاج اللي انت تبقى كابتن الفريق م. حتى لو هي في واحد عنده مقومات الكابتنه وواحد تاني لا فالموضوع مش كده م. الموضوع اللي فيه انت خلاص هي بيجي دورك انت مش عايزها خلاص حتى اللي بعديك بياخدها وهكذا وكذا, وكذا. بس انا الحمد لله يعني دي اللي انا كنت محظوظ محظوظ فيها اللي انا اول ما خدت الشاره اخدنا بطوله خمس بطولات ورا بعض بتوع السنه اه جت السنه اللي وراها الخمس بطولات بتوع السنه مم. فبقى الرقم كبير لما السنه اللي بعدها اربع بطولات ب 14 بطوله فلما يبقى فيه بطوله خلاص يقول تخليها تمشي زي ما هي ماشيه ما نغيرش وعايز اقول لحضرتك على حاجه وانت يعني علاقتك بالناس كلها كانت كويسه يعني. اه الحمد لله آه كمان غير كده كابتن حازم في جزئيه مهمه جدا اللي انت مم. دور كابتنه الفرقه النادي الاهلي في التزام جوه يعني اللي مم. بجد انا هقول حاجه يعني دي حقيقه لما دخلش جيش وبيلعب في النادي الاهلي كانه في الجيش بالظبط انضباط بالثانيه بالميعاد لبسك معروف كل ما فيش حاجه ايوه وانت أي لو كنت تشوف مثلا لعيب اكبر منك او او اشهر مثلا نجم وغلطان ولا حاجه كنت بتعنفه ولا بليك اسلوبك يعني؟ لا بص هقول لك على حاجه في كار... كابتن صغير في ساعتها الكابتن لا لا خالص كنت كبير في في اصلا انا كابتن عصام مثلا كان اكبر منك سنا ما عصام كان مشي يعني ما عادش كتير بعدين عصام لما انا خدت الكابتنه كان في مشكله ما بينهم من اه ما أنا عارف اه بس ف... قعد شويه آه قعد شويه مش كتير اه يعني شويه صغير اه طب اتعاملت يعني معاه ازاي كان هادي وكان هادي آه. كان هادي آه مدير آه هو لا كان هادي هو كابتن الفريق بس ما كانش بيلعب اه اه فكان بياخدها في الماتشات لما بينزل آه عصام الحضري مكان هادي مم. فلما وهادي طيب ومحترم يعني طبعا من الشخصيات المحترمه آه جدا يعني طبعا ولكن خلاص آه عصام مشي بقى الامور موجود شادي شادي مش آه. موجود بيجي اللي بعد شادي وهكذا الموضوع ده وده السيستم يعني مم. مم. بس عايز اقول لك على حاجه برده عشان الجزئيه دي كابتن آه انا متذكر جدا مانويل جوزي عمل محاضره على طول في الموضوع ده وقال كابتن الفرقه دراعي اليمين خلي بالك لما المدرب بيقول كده بيعززك عند اللعيبه يعني دي مو دي نقطه مهمه جدا انت ممكن تبقى كابتن الفريق واللعيبه مش بتحبك بتقول حاجات الناس ما بتسمعش كلام تيجي تحفز اللعيبه حد يرد عليك لا هي بتبقى مرتبطه مش عشان انت كابتن الفريق اللي انت تهاجم لعبتك اللي انت تتدخل في كل صغيره كبيرة مش بتاعتك مش كده هم. الموضوع مش كده خالص الموضوع بتبقى فعلا انت جوه الملعب دراعي من المدرب توجه لعبتك باحترام عشان يتقبل منك يبقى في مشكله اللعيبه خاصة منه وبتحاول لو هي مش كبيره تتكلم مع مدير الكوره كان وقتها الكابتن حسام البدري كان بيكبرك برضه رجل يبقى متفاهم فيشيل الخصم يعني في الاجتماعات المهمه قبل الماتشات المهمه ما ما هي لعبه جماعيه شادي اه بيتكلم ككابتن فريق ولكن في كان معانا نجوم كان في لعيبه بتتكلم زي ابو تريكه زي بركات زي احمد ابو لسه جاي كان لسه برضه يعني بيستشف في الاجواء متهيألي في الاول يعني صح؟ ايوه في الاول لكن بعد, بعد كده, كده, كده خلاص في يعني. انتصارات الحمد لله آه طبعا اللعيبه الكبيره بيبقى لها دور اللي تتكلم وتعمل لك مسانده فمش هتقدر تنجح لو. انت حظك حلو برضه ان هي كلها محترمه يعني آه بركات ابو تريكه وائل جمعه هقول لك على حاجه للامانه عشان الناس آه. كل لعيبه الزمالك محترم وكل كل لعيبه الانديه محترم كل لعيبه الاسماعيلي محترم بس هي بتفرق بين ايه الناس دايما لما يبقى ليك حقوق وتيجي تتكلم فيها <applause> ها بس في لعبه تعمل مشاكل شادي يعني آه ممكن يبقى فيه نجم حسب نفسه ما مش ما في نجم حاسب نفسه ومشاجر في الميعاد مالك دايما جد... في لعيبه بتبقى كده معوجه آه شويه يعني فانت حظك حلو لكن النجوم بتاعه الفرقه ملتزمه وتنام آه بدري مع... يعني وائل وققل... آه بينام بدري ابو آه تريكا آه نفس الكلام يمكن بروكاب بس شويه يعني لذيذ يعني بصي اقول لك على حاجه يعني بركات عشان انت قلت بركات, بركات بس متحمل مسؤوليه دل... ايوه مم. هي ده الموضوع مم. في في وقت ماتشات في ماتش ودي زي رسمي تتحمل مسؤوليه لان طبيعه النادي الكبير بحجم النادي الاهلي مم. الناس يا كابتن حازم احنا كنا بنستخبى لما النادي الاهلي يتعادل وانت عمال تاخد بطولات كلها مم. مم. والله العظيم ما كنا بننزل طبعا. مستحيل <مم>. فاهم ف... فدي بتحملك مسؤوليه طول الوقت يبقى عليك ضغط طول الوقت ده اول يعني بطوله انت خدتها 2005 يا شادي ولا دي اول بطوله افريقيا, أفريقيا. النجم آه. آه. دي كانت اول بطوله بتايه ليك انت ك وكنت ك... ك... انت الكابتن ولا كان لا, لا المباراه كان م... دي كان مستر مانوال استبعدني منها آه. هادي هو اللي آه. وهادي اللي رفع البطوله صح. دي طب انت ليه انت يعني... كنت على طول ده انت الفتى المدلل اللي مستر مانويل كنت بص ما... يعني مش ما... ما فيش حاجه اسمها في الكوره فتى مدلل انا آه. يعني كان ده لقب بيقولوه بتاع انا عايز اقول لك على حاجه طب ما انا كنت الفتى المدلل لتصوبر فتى المدلل الفتى المدلل لبونفرير، الفتى آه. المدلل ل الثمان أجانب اللجوم كانوا كله بيجمع اللي أنا لازم أبقى في التشكيل. اه, آه. فلا الموضوع مش كده الموضوع على كابتن حازم والله أنا أقول لك حاجة يعني أنا مريت بيها أنا في الوقت اتهاجمت في الأول كتير جدا النادي الأهلي كان بيعمل إحلال وتجديد كان آه. موجود في التيم كابتن حسام وإبراهيم وكابتن هادي آه خشبه كابتن وليد صلاح الدين كابتن ياسر ريان كابتن علي ماهر كابتن مشير حنفي كان موجود مجموعة كبيرة. م. فانا بلده. لسه جاي صغير طيب. وكنت بلعب اكتر حد مثلا كنت نادي كروم اللي فضل كبير جدا عليا يعني بس كنت اما بلعب قدام اكبر حاجه مثلا 2000 مشجع 3000 م. مشجع بالكتير قوي طيب. انت رايح او ماتش اهلي وزمالك انا عايز اقول لك قعدت اجري سبرنتات في استاد القاهره كل حته والله من الخضه من الادرينالين الادرينالين عالي في الدم آه ايوه فلما اتغير بقى الجيل مم. مم. هو ده اللي انا عايز اقولك لك كابتن خلاص اتنقل الجيل ده ثلاث ارباعه ومشي بقت مسؤوليه وبيت احلال وتجديد انت عايز ناس تشيلك مش مم. اللي انت لسه صغير فكانت مريت بظروف صعبه ومكانك كمان برده صعب السد باك ده ما مكان صعب الغلطه بص فيه في ممكن تعمل بص مكسر الدنيا صح وغلطه واحده تشيل الليله كلها يقول لك انت السبب انت انت ال... اللي ضيعت الفرصه حازم انا هقول لك على حاجه خليني بس اقول أه. بس مع الناس عشان تفتكر بس الكلام ده يا جماعه حصري عندنا في الملاعب اليوم تحرك الحافله لعيبه النادي الاهلي ليه التدريب وهيبقى معانا لقطات من التدريب دلوقتي هيبقى معانا لقاءات ان شاء الله على الهواء باذن الله. حضرتك حاجه جامده جدا مم. ودايما يعني حكيتها في برنامج بس مره قبل كده كان في وقت كل اللي كان الاستوديوهات مثلا قناتين ثلاثه. كويس وان وانا اليوم ده خلاص ضغط عليا وانا لسه برضه انت عارف ما عندكش الخبرات اول اللي سنه كنت وما عملتش المفروض يبقى ليك مم. علاقات بالاعلام تتكلم معاهم ما كانتش لسه في اي حاجه خالص تاني سنه على طول واتصبت اصابه ولسه راجع كان توني اوليفيرا هو اللي موجود فالمهم الفريق عمال يخسر يخسر وده طبيعي عشان في احلى تكتيك <تحلالك> في الفريق دي. وبيشوفوا مين العناصر بس هيشيلوك انت طبعا برافو عليك فانا كل ماتش شادي فخلاص زهقت فرحت للمدرب قلت له انا انا جاي هنا المفروض حد يشيلني فانا شرحت له كل حاجه بصراحه اللي انا بمر بيها انا نفسيا تايز. مضغوط مم. في ضغط انا ما استحقهوش فقال لي بص هتقعد معايا ماتشين او ثلاثه تاخد عظم ان انا عندي ثقه فيك ان انت نوعيه تمرينك زي لعبك فانا عايز النوعيه دي اللي تبقى موجوده في الملعب وقال لي هقول لك حاجه بس ده سر ما بيني وما بينك انت وائل جمعه لازم تكونوا موجودين عندي كل مباراه كان توني اوليفير فالمهم <applause> والله كابتن حازم زي ما بقول قاعد في البيت ما كانش توني حد قبل توني تقريبا يعني بمفير. فأنا اه فانا قاعد في البيت كده خلاص هو اداني الماتش ده حتى قال لي مش هدخلك 18 اول ماتش على الاقل انا مستوعب اللي انت قلته لي فقعد في البيت فاتفرج على الاستوديو التحليلي كده قال له نفس الخطا كارك. بص شادي يا مش وانا في بونا بره ال 18 والله العظيم يا كابتن حزي. طب مين اللي قال؟ اكيد فاكر اكيد فاكر مين اللي يعني اصل اللي بيعمل الحاجات دي بيفضل في الدماغ على طول اه طبعا ما اقدرش انسى مين؟ عشان ما يزعلش لا عادي ما هي مشكله يعني والله عشان ما يزعلش يا عم ده من 15 سنه كان الكابتن مصط... أصلاً اصل انا بص انا بعمل كده ببرنامج ما بحبش <تبتن> حد يقول حاجه ما تقول يعني حاجات حصلت وخلاص الناس دي كباتن ولها كل التقدير طبعا اكيد كان كابتن مصطفى عبده كان بيقود الاستوديو اه في في المحور وكان معاك كابتن هاني مصطفى لو تتذكر م. صح فاكر مش فاكر بقى ده زمان قوي كابتن هاني مصطفى وحد تالت فقال لك بص نفس الخطا شادي موجود فكابتن <applause> مصطفى غمز وكده قال له شادي في بيه ففي <applause> 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 بعض الامور الناس اللي فوق طاقتك ايه؟ يعني. هو ده كابتن لازم تبقى واحده واحده مع رفع. هو ده, ده الواحد الحمد لله في الاعلام بيعمله اللي هو ايه لازم أروح, العين. لازم اروح مشاعر اللعين، لازم اروح مشاعر اللعين، حتى لو بتنقد تنقض عشان ده في نفسيه وفي اسره وفي بيفتكر يعني انت فاكر بص انت فاكر الكلمه اتقالت عليك من 15 سنه آه انها اثرت فيك انا فاكر برضه اول حاجه اتغيرت علي ان اثرت فيا لان انت صغيرة دي بتبقى محتاج الناس كلها تقف حواليك ده يمكن برضه زي ما قلت لك ملاعب التمرين لا مباشره دلوقتي حاليا مهيب مسافر معاهم مهيب مسافر هيجيبوا لنا دلوقتي حاجات زي الفل احنا يعني مش هنتكلم خالص بعد شويه خلي بالك هيطلع هوا طب انا عايز حازم انا بس الجزئين انت سالتني فيها فعلا. عشان كل واحد ياخد حقه يعني انت قلت لي قصه الاعلام وكده انا لسه كنت عايز اتكلم آه. في الاعلام اللي انت يعني انا وانا ما احنا مع بعض في المنتخب يعني ولا انا حتى كنت حاسس ان انا هشتغل في الاعلام يعني برضه انا ما كنتش اتوقع انك تشتغل في الاعلام تماما ايه اللي خلاك تو... يعني هل الدنيا هي اللي وديتك الاعلام يعني انت مش في دماغك وحدك ما تيجي تعمل برنامج ولا انت اللي سعيت لهذا الموضوع ولقيت نفسك فيه بعد كده. اول حاجه ده رزق من عند ربنا انا ما ساعدتش ليه خالص. ما ساعدتش خالص. انا يعني. كنت دايما قناه النادي الاهلي كانت بتسافر معانا في كل السفريات. امم فا فاحيانا كده عشان انا قريب من اللعيبه جدا فيدوني الميكروفون المك... اروح اعمل حوارات مع اللعيبه وهزار على الطياره مع بركات ف فكل فحصل في 2008 برضو في الراديو كان يعملوا حوار يدوني التعافي بيعملوا عن طريق التليفون فاطلع مع كابتن حسن شحاته وبتاع فاتاخد فكره كده وبتاع فالمهم ما خلصت عرض عليا رحت القاهره والناس قعدت لمده اربع شهور اتبسطت من الفكره اللي خلاني عايز اكمل حاجه واحده بس عايز اقول للناس اللي في حاجات كتير كتير بتتقال مش اللي في حاجات محتاجين اخلاق، محتاجين ممكن كلمة عشان أنا جربت في أندية جماهيرية مثلا أهلي، زمالك زمايلي كانوا بيحكوا لي حاجات، الإسماعيلي لعبت في اتحاد فشفت قد إيه ممكن تقول كلمة بسيطة م. تهدي الدنيا، ممكن تقول وما بتاخدش بالك أما بتقول حاجة ممكن تخلق حالة من التعصب وتخلق يعني مثلا على سبيل المثال كان ضيفي امبارح شريف عبد الفضيل، انتقل من الإسماعيلي راح النادي الأهلي <applause> تبص الاعلام بيناقشوا ازاي مثلا انت فضيت الفريق انت خدت شريف شريف لما يبتدي يروح مع النادي الاهلي ويسافر اسمع ليا فهيبقى فيه هجوم هيبقى فيه لكن لو انت قلت دلوقتي كل الناس ناقشت الموضوع باحترافيه اللي ده عصر احتراف واللي ده الطبيعي اللعيب مش عايز الحته دي فيروح الحته دي ده ده مم. بيهدي الدنيا كلها فكان عندي افكار كتير جدا عايز اتكلم فيها وناقشها ف لقيت نفسك يعني بقيت مستمتع في آه الموضوع ده. استمتعت بس كنت... عايز, عايز في حاجه بس أتفضل. دي طبعا بعض اللقطات من وصول النادي الاهلي لمطار الجزائر ووصول البعثه الحمد لله بسلامة الله برئاسه المهندس محمود طاهر ويمكن اللقطات دي هتلاقي عندنا احنا في حصي في الملاعب اليوم دايما لقطات وصول النادي الاهلي والبدل والستايل الجديد للنادي الاهلي لازم مش هعدي معاك القعده دي غير لما تقول لي على الحلقه اللي انت طلعت فيها قلت على 13 زائد مش عارف خمسه دي لازم لازم تعلق عليها لان الناس كلها قبل اي حاجه, آه 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 حاجة انا عارف انت هتقول انا بس اشكر قناه النادي الاهلي الاستاذ محمود البط شريف علوبه محمد صبحي احمد عباس مش عايز انسى آه. حد مهندسه عزه الناس دي دي <applause> كابتن حازم لما بتبتدي الناس يعني انا مش محترف 100% لما بتطلع مش محترفين خالص احنا كوره في الاول في الأول. يوم هيعدي بيعدي اسبوع بتكتسب خبره <applause> بيعدي شهر لغايه لما تبقى توصل بتشوف ايه اللي انت وحش فيه وبتحاول تجوده <applause> فاعذرونا لو احنا في بعض الاخطاء ولكن مع الوقت ان شاء الله نقدر لك الناس دي اللي انا قلت اسمها يا دي فضل اصحاب علي. فضل عليا بشكل كبير, كبير وانا اللي عايز دايما دايما باكده انا كحازم دايما بقوله يعني انا مش اعلامي انا راجل لعيب كوره سابق بتكلم زي ما إن انت بتقول احنا عندنا انت, انت ابن المهنه فانت أه اللي تتكلم فيه بتكلم في الكوره بس يعني انا هتلاقيني بتكلم في السياسه ولا بتكلم في المجتمع دي انا مش يعني مش دارس حاجه لكن انا كوره لعبتي شغلتي هي ده اللي اتكلم فيه وارجع للحته بتاعتك انا عارف مصر كلها اتكلمت على النقطه دي يا <applause> شادي بص يا كابتن ما بين بقى ناس يعني معترضه على الكلام وناس ناس مؤيده ولكن جبتها ازاي؟ هقول لحضرتك على كويس اللي انت فتحت الموضوع ده آه ففي بعض الناس اتريقت ممكن هقول لك كل الاسماء انا الحمد لله عندي من الجراه اللي انا اقول يعني اول حاجه انا آه الاهلي خلص المو... انا كنت في الاستاد جماهير قعدت تقول يا رب لقيت رئيس الوزراء بيعمل زيهم لقيت م. رئيس النادي بيعمل كده لقيت اعضاء مجلس الاداره لقيت كل اعلاميين لقيت نجوم فنانين كانوا موجودين فكل حتى لما جه الهدف الكل ابتدى يجري فانا روحت مبسوط جدا م. بفتح <applause> على الفيس فلقيت واحد بعت لي مره اثنين ثلاثه اربعه اربعه عندك انت عشرة اه فبيني وبينك ما رضيتش قال لي آه على فكره انا مش واحد <applause> كتب لي كلمه يعني صعبه شويه اللي هو ف... تحس بتنيه بالضمير انا بشوف اه حسيت بت فقال لي انا صاحب على فكره انا ك... انا راجل محترم وانا كذا كذا وعندي مصنع وانا المهم رحت جاي دخلت على قلت له على فكره مم. انا بعامل كل الناس زي بعض مش انا قلت لي صاحب مصنع ولكن انا بفتح اشوف الرسايل وهقفل تاني. قال لي طب انا هبعت لك حاجه لو سمحت ما تقفلش هبعت لك حاجه وشوف لو عجبتك قولها في برنامج م. كتب لي كده انا مهتم بالارقام وبعشق ما ينفعش ننسى شهداء الاهلي وشهداء الاهلي هم اللي عملوك انت وزمايلك. صح فاقل حاجه اقل حاجه اتلكك وقولها في البرنامج. فبص لقيتها ايه؟ تجمعهم تلاقي مش عارف قلت والله ايه؟ ت... تمشي تمشي فرحت تاني يوم است انا ما بحبش اخد قرار لوحدي كلمت الاعداد معايا ورئيس التحرير الاستاذ عمرو مخلوف قلت له ايه رايك كذا كذا قال لي هم دول مش, مش قال لي هو قال لك كذا كذا قال لي عنده حق هو مش انتوا جزء من تاريخ الاهلي واللي ماتوا دولت هم اللي عملوا اسمائكم زي ما هو قال لك قال لي قولها ايه المشكله طب ما رئيس النادي الاهلي الباشمهندس محمود طاهر لما الاهلي اخد الدوري قال الكاس ده من كاس الشهداء وعشان الناس تحس اللي احنا ما قال لي كده بالحرف يعني. المهم رحت جاي طلعت على الشاشه كنت بتكلم في موضوع مهم جدا على استاذ تامر امين اللي هو انا بحترمه جدا 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 <applause> والراجل قمه في الادب والاحترام كان موجود معايا وناقشت بعض الامور المهمه جدا وبعد كده رحت وقلت يا جماعه انا هقولها ما احكي بقى تفاصيل لحد باعتها وكده <applause> روحهم موجوده معانا دايما بصوا توقيت اللي جا فيه الهدف م. هي لو هي اقل ثانيتين او ثلاثه ما كنتش هقولها لكن م. هي انا بتلكك عشان اقولها اقولها واقول لهم اللي احنا معاكم منقدرش ننساكم م. احد الاعلاميين خلاص انا قلتها ودي نيتي حسن كنت متوقع انها هتعمل خالص والله العظيم ولا, ولا في دماغي خالص آه يعني قلت هتقولها يعني. آه انت انا بقول هقولك ده الموقف والله يا رب انا لما انت قاعد والاعداد آه 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 عليا فده اللي حصل بالحرف رحت جاي في جزء واحد اعترض بس من فريق الاعداد قال لي ما لهاش لزوم عشان في ناس بتحاول ان هي تتصيد الاخطاء مش معاك يا كابتن شادي بس مع كل النجوم فهيبتدوا هيلعبوا على الجزئيه دي قلت له لا <applause> إحنا بنرضي ربنا سبحانه وتعالى ما بنرضيش أي حد بيكتب أو يقول حاجة، فقال لي خلاص اللي حضرتك شايفه والباقي كله كان مقيد كلامي اللي أنا قلته. طلعت حسبتها زي ما بقول لك قلت كده بالحرف قلت يا جماعة لو لو طرحتوا الوقت ده من الوقت ده لكن لو أقل سنتين أو أقل أو أزيد سنتين أنا ما ينفعش أقولها يبقى كده أنا باينة شكلي وحش قوي. فطلع اللي زود بقى الموضوع طلع أحد الإعلاميين في الراديو ساعتين يروح يتكلم في موضوع ويرجع يا كابتن شادي مش عارف ايه انت عارف الجو الرخيص ده يا كابتن شادي مش عارف ايه الجو يعني ايوه بص <applause> انا, ب... أنا بكلم المهم يروح يروح <applause> راجع لشادي يروح يروح راجع لشادي فابتدى ويروح عامل فيديو ويبقى فيه اهانه انا بتكلم في برنامج كابتن حازم وانت تايد الكلام ده بنتكلم عن اخلاق في الاول وفي الاخر عن انضباط انا ما طلعتش <applause> ولا قلت اي احاقات ولا قلت انت <applause> بتزعل لما حد مثلا ياخد كلامك وينقده او ولا انت <applause> بتزعل عشان يتريقه والله يعني هو الكلام زعلت خالص ما زعلتش حس. ولا كابتن آه. حازم انا ما دام قبلت ان انا اكون في <applause> الاعلام شديد على فكره انت كنت, كنت بتقولي عليه دلوقتي اللي هو زياره النادي الاهلي اول ما وصلوا القبر الشهيد اه دي كانت حاجه ودي آه يمكن لفته انسانيه ولفته هتخلي يعني خلت الناس كلها آه تحتفي بالنادي الاهلي اكتر من الاحتفال الطبيعي يعني وزاره الشباب وزاره الشباب كان رواه اعتقد موجود متهيألي مش عايز افتي برضه هعرف دلوقتي وزير الشباب والرياضه ورواه كان موجود دي برضه ده طبعا اه رواه كان موجود ده يعني طبعاً, طبعا حاجه لافته انسانيه ومحترمه جدا اه رواه قدامنا اهو ودي هتقرب هتقرب الدنيا شويه يعني يعني انت كابتن حازم اسمح لي يعني بصراحه اللي عمل الفكرة آه. في الفكره دي حاول حضرتك على حاجه برضو مم. عشان الجزئية دي مهمة النادي الاهلي مش عشان انا منتمي للنادي الاهلي صباك دايما في المواقف المحترمة فالنادي الاهلي اول ما نزل من الطيارة راحوا لمقام الشهداء ودي كانت لها صدى للنادي الاهلي اعلن اللي هو هيروح على طول فكان لها صدى جامد جدا عند طب مين اللي عمل الفكره دي؟ انت برضو يعني في النادي الاهلي اكيد عارف مين صاحب الفكره بصراحه يعني فكره آه اكيد مجلس الاداره بالتنسيق و... مع السفير آه بالتنسيق آه مع آه كابتن علاء عبد السلام هم اصحاب القرار يعني انك يعني أنت داخل آه تمتص الناس كلها داخل برافو عليك آه خصوصا الاجواء كان آه آه قبل كده وانت ايدت آه آه قبل كده اتفرجت حضرتك الاجواء الاعلام لعب دور سلبي واحنا في الاخر دول اشقاء عرب وهي رياضه ليه بنخرج خارج اطار عشان معظم يعني اللي بيتكلم ما لعبش قبل كده فممكن ما يبقاش عارف ان انت بقوا كتير بتخلص على ايبه اللي رايحه جايه بقى اللي هتروح بعد كده المنطقه دي هو مش فارق مع انه ما بيروحش ولا حاجه وقاعد هنا وخلاص لكن انت لعبته عارف انت لما كلمه بتروح انت تل... انت بتاخد على... بقى ال... صح. الهجوم اللي الناس بتقوله في مصر خصوصا انت عارف الجمهور الجزائري ايا كان الفريق بيعشق فريقته وبيشجع بمنتهى الحماس صح. صح. فانت الطبيعي لازم تفهم ان كل بلد ليها طبيعه يعني حتى في المغرب كده في تونس مم. اقل شويه مم. في البدايه بيبقى في تشجيع جامد جدا وبعد كده كل واحد من حقه يشجع فرقته زي ما هو عاوز لكن مم. احنا لازم يبقى في يعني انضباط شويه انا مش عايز اخرج بس اكيد دي حاجه محترمه جدا و وتخلي تمتص مم. زي ما حضرتك قلت مم. الغضب اللي عند لو في اي غضب كأن. فدي انا شفت كمان كان معايا على ده واحنا فين. كمان يعني بصراحه يعني جبنا كل الحاجات عشان الناس تشوفها وما سيبناش حاجه بصراحه شكر كل الشكر لزميلنا مهيب عامل شغل عالمي هيفضل معانا اليومين دول يعني <applause> اللي عايز يتفرج على الاهلي في الجزائر خليه معانا دايما لحظه بلحظه طب عايز كمان معاك في الكوره يا شادي انت مش هسيبك اسمح لي اخلص بس آه اقول في كلمه بس في الجزئيه دي عشان ننهي فضل. فانا بتكلم على ايه في ناس دايما بتحاول يا كابتن حازم انا مبسوط من بعض رؤساء القنوات ابتدوا يفكروا يبقى في جيل تاني من م. الاعلاميين صح. هم الناس دي فشلت البلد سنين تقولها فشلت فشل ذريع اللي هي تخاطب مم. الشباب لان في ف في فرق او الفكر بعيد قوي عن فكر الناس اللي موجود مم. دي حاجه محترمه والله اللي هينجح اللي الجمهور بالمشاهده باللي هيحترم حت هيحترم رايك هتكمل واللي هو يعني هيفشل او مش هيفشل مش هيخونه التوفيق او مش هيقدر يقدم حاجه جديده فالجمهور هو هو, هو مش كمان هكمل. يا شادي الجمهور بقى فكره مختلف عن زمان شويه صح يعني الجيل الجديد طالع مطلع اكتر مثقف اكتر فاهم اكتر يعني زمان نوعا ما الناس ما كانتش برضه عندها انترنت كتير فالجيل القديم شويه كان بيشوف المعلومه منك انت المصدر الوحيد بالنسبه له كان التلفزيون لكن دلوقتي احنا مش المصدر الوحيد هيعرف هياكد على كلامك بالانترنت يعرف انت ماشي صح ولا بتالف اي كلام فبعد كده وده يمكن اللي مخليه يعني نوعا ما الناس بس خلينا نقول حاجه يعني لو بيضايقهم الشهداء الاهلي او الزمالك خليك انت بعيد هم بيحبونا واحنا بنحبهم لان هم دول اللي رفعوا اسمنا احنا عارفين يعني ايه قيمه جماهير يعني عارفين يعني ايه قيمه جماهير في الوقت اللي الناس مش عارفه يعني ايه جماهير فلو هو كده تاني هقولها هنا وكررها عند حضرتك المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي انا بتكلم هنا في الرياضه ما انا ما بخرجش بره الرياضه المجد كل المجد لشهداء الاهلي والمجد كل المجد لشهداء الزمان اكيد اكيد ولاي حد يعني اي حد كان نفسه يتفرج على ماتش كوره وراح للاسف الشديد يعني طيب خلينا يا كابتن شباب حيك يا شادي على الكلمتين اللي انت قلتهم دي بالذات في الاخر إن حاجه مهمه جدا مين معانا يا كابتن ياسر؟ طيب ناخد اول تقرير معانا من جزائر زميلنا مهيب عبد والسفير المصري سفيرنا في الجزائر الاستاذ عمرو ابو عيش مساء الخير يا مهيب اتفضل يا مهيب كابتن حازم ومساء الخير على الكابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي واكثر اللاعبين طبعا شالوا بطولات مع النادي الاهلي ومباراه هامه جدا مباراه مرتقبه مباراه الاهلي ووفاق ستيف في نهائي كاس السوبر الافريقي بالفعل كابتن حازم يمكن زي ما تابعنا خروج اللاعبين من الفندق وايضا التدريب كان على الهواء مباشره لكن التدريب اتاخر لمده ساعه طبعا ده بسبب الزحام الشديد جدا اللي موجود في الجزائر ايضا كان التدريب تم تغييره بدل من استاد خمسه مايو الي استاد تابع للجيش الجزائري عشان كده تم يعني صورنا دقائق معدوده علي الهواء مباشره لان طبعا كان ممنوع التصوير في ملعب الجيش الان آه النادي الاهلي بيكمل تدريبه آه واعتقد ان يمكن مستر جريدو حريص جدا ان هو يركز على اشياء معينه ويركز على آه آه بعض النقاط الايجابيه اللي هي تساعده في مباراه وفاق ستيف استقبال آه غير عادي المباراه لها ابعاد غير رياضيه تماما لها ابعاد سياسيه من الدرجه الاولى يعني استقبال حافل جدا لبعثه النادي الاهلي استقبال تاريخي طبعا كنا اول ما من المطار الى طبعا قبر الشهيد من الرموز الهامه جدا في الجزائر تفاصيل اكثر عن هذا اللقاء اللي زي ما قلت بيحمل ابعاد سياسيه كبيره جدا ما بين علاقه الشعبين الكبيرين مصر والجزائر بيساعدنا ان يكون معنا السفير عمرو ابو عيش سفير مصر في الجزائر اللي عامل مجهود كبير جدا 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 كابتن حازم من ساعه ما جينا عامل برنامج هايل جدا للنادي الاهلي وايضا شايفين الحفاوه كبيره وكان محمد روراوه طبعا رئيس الاتحاد الجزائري موجود في استقبال النادي الاهلي سياده السفير عمرو ابو برحب بيك من خلال تلفزيون الحياه وكابتن حازم امام وكابتن شادي محمد تحياتهم من حضرتك ومجهود رائع وفعلا حاسين مجهود حضرتك يعني منذ وطأنا اقدمنا الى ارض الجزائر. اهلا بيك شكرا جزيلا واهلا بقناه الحياه كلها في الجزائر ومرحبا بكم الحقيقه هي مباراه مهمه جدا ليس فقط لأنها بين ناديين كبار لكن هي أول مباراة رسمية بين فريق مصري وفريق جزائري بعد المباراة الحاسمة إياها بتاعت 2010 وبالتالي هي أهميتها بتنبع من إنه أول إطار رسمي يجمع فرقتين مصريين مصري وجزائري وفي نفس الوقت مباراة مهمة لأنها على كأس السوبر الأفريقي ومع ذلك رغم الطابع الأفريقي الذي يحكم إطار المباراة لكن هو في النهاية تحول أن إيه يكون إطار سوبر عربي بين فريقين عربيين شقيقين بينتموا لشعبين عربيين شقيقين الحقيقه وبتجرى المباراه في ظل اجواء مختلفه تماما عن اجواء 2010 الحمد لله ما فيش اي شحن جماهيري او شحن اعلامي او شحن يؤدي الى عمليه تصادم زي ما حصل في 2010 بالعكس لان الكل متاثر والكل وقع وعد الدرس تماما ان احنا ما ينفعش نقعد او نقع في نفس الغلطه دي مره ثانيه آه في ترحاب شديد جدا 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 من السلطات الجزائريه وانتم بنفسكم لمستوه آه مبادره النادي الاهلي ان هو تكون اول حاجه يعملها لدى وصوله للجزائر انه يزور مقام الشهيد دي في حد ذاتها لفته آه غير عاديه لفته مناسبه جدا آه لفته يعني تاثر بها المسؤولون الجزائريون على كافه آه مستوياتهم آه سعدوا جدا لما عرفوا ان ده هو ده شعور الاهلي لان مقام الشهيد واحد رموز الثقافة والتاريخ الجزائري والشهداء بيعدوا لهم قدسية خاصة جدا في الحياة الجزائرية وبالتالي من يقدرهم يقدرونه ويقدرونه ويبجلونه ايضا وعشان كده لما نيجي نلاقي ان النادي الاهلي اول حاجه يعملها بعد مغادرته المطار انه يروح مباشره على مقام الشهيد برضو قابل الجزائريون هذا التصرف ب وان اول مره فريق يجي يستقبله وزير على مستوى يعني وزير الرياضه بنفسه كان في استقبال النادي الاهلي رئيس الاتحاد وزير المجاهدين السابق مدير مراسم الخارجيه الجزائريه يعني ترحاب على مستوى عالي جدا لم يحظى به فريق كروي من قبل في اهتمام سياسي بالمباراه وفي تنسيق من الداخليه والخارجيه والامن هنا في الجزائر سواء في مصر او الجزائر في تنسيق شامل مع كل السلطات المعنيه في الجزائر وفي مصر أنا والسفير نزير العرباوي وسفير الجزائر في القاهرة كنا على اتصال دائم وما زلنا حتى النهاردة اتصل بي وبيطمئن أن كل شيء على ما يرام نسقنا مع بعض لأن احنا الاتنين اللي في الصورة بشكل مباشر مهم جدا أن مباراة الكرة تخرج على أحسن مستوى وبشكل يليق بالشعبين وباحترامهم ومحبتهم لبعض مم. لان مصر والجزائر الحمد لله في الفتره الاخيره الع... العلاقات تطورت بشكل ايجابي جدا شايف في هدوء عندهم هو الهدوء موجود يعني هو الشعب الجزائري شعب هادئ وشعب مضياف يعني يمكن الصوره للاسف اللي اتصدرت صد... لنا في مرحله سابقه ما كانتش حقيقيه وده انا بنفسي شعرت بيه لما جيت انا هنا لسه بقالي باربع شهور فقط في الجزائر يعني اول شيء حسيته ان ال... ان انا بشوف حاجه مش ما اعتدتهاش او ما شفتهاش او ما قبل كده شعب جميل جدا شعب مضياف شعب كريم يعني الحقيقه انا سعيد جدا جدا بسلوك الجزائريين كلهم بصفه عامه سواء كان على المستوى الرسمي او غير الرسمي الحقيقه الناس بيتعاملوا معنا بشكل محترم جدا جدا وايجابي جدا جدا اخيرا يا فندم يمكن يعني من الترتيبات بره المباراه بتبقى كويسه قبل المباراه بتبقى كويسه لكن ساعه المباراه الدنيا بتقلب والله اللعيبه على مستوى المسؤوليه سواء من الفريق الاهلي او الفريق الجماهير يعني جماهير كمان الجماهير لما على فكره الجماهير لما بيشوفوا اللعيبه بيلعبوا باحترام بيلعبوا للعب بيسعدوا الجمهور لما يلاقي مثلا النادي الاهلي قام بمبادره ايجابيه وجميله جدا 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 تسعده هو من نفسه مش هي هيقوم بشيء يعني يضايق او يعكر صف الجماهير الجماهير المصريه برضه رايحه تسعد بهذه المباراه الجماهير الجزائريه برضه عاشقه للكره وللرياضه ان شاء الله تسعد بالمباراه ايا كان الفائز هنقول له مبروك سواء كان من مصر او من الجزائر هنقول له مبروك الخاسر هنقول له هارد لك في النهايه ده كاس سوبر رمزي لاثنين ابطال افريقيا لاثنين فريقين عربيين وبالتالي مش هيفرق مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر السفير عمرو ابو عيش من داخل السفاره الجزائريه على الهواء مباشره المصرية. السفاره <applause> المصريه <تصفيق> المصريه في الجزائر على الهواء مباشره من خلال ملعب اليوم من خلال كابتن حازم ومن خلال كابتن شادي محمد كل التحيه والتقدير لحضرتك على المجهود الرائع اللي كله لمسه من اول مهندس محمود طاهر لكل جماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وكل الصحافه والاعلام. انا اللي بشكركم وبشكر حضوركم والحقيقه ده دورنا وواجبنا اللي المفروض نقوم بيه تجاه كل ما هو مصري. معاك يا ان شاء الله شكرا شكرا. شكرا, شكرا. كابتن حازم يمكن من داخل السفاره طبعا يمكن سياد سفير بعد دقائق هي نستقبل البعثه الاعلاميه والصحفيه وايضا مسؤولي النادي الاهلي وايضا البعثه الاداريه للنادي الاهلي يكونوا متواجدين على العشاء في ضيافه السفير المصري في السفاره المصريه في الجزائر لو ليك اي استفسار عن ما يحدث داخل الجزائر منذ ان قدم النادي الاهلي الى الجزائر. مشكورك يا مهيب شكرا جزيلا هنبقى معاك نتواصل معاك ان شاء الله ووصول بعث نادي الاهلي هنبقى معاك باللقاءات ان شاء الله من لكن كابتن شادي محمد عايز يرحب بيك يا كابتن مهيب ويكلم معاك شويه. مهيب قفل معايا معايا اتفضل مهيب معايا سافرت بالكاميرا الصغيره ولا مي. لا <applause> علي صدق شويه سافرت بالكاميرا الصغيره <تسيق> ولا الاتنين لا الاثنين <applause> 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 <ماشي. تصفيق> <applause> الاثنين يا شادي الاثنين الله <applause> <applause> عامل شغل بالكاميرا الصغيره عايز اقول لك رب, رب ربنا يخليك يا شادي ويعني بنتذكر ايام الحلوه وان شاء الله الاهلي يفرح كل مصر إن شاء يعني الله. ويرجع بكاس مباراه صعبه مباراه يمكن مش سهله لكن اعتقد ان الاهلي القايمة بتاعته يعني أجهز قايمة منذ فترة طويلة جدا بيعود لها لعيبة كتير جدا وأعتقد بس يمكن كابتن حازم باسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد وصبر الرحيل في نص الملعب حسام عاشور هو المركز الثاني مع حسام عاشور هو اللي بيؤرق الجهاز الفني مع عبد الله السعيد مع وليد سليمان مع عماد متعب أعتقد تشكيلة وبيتر يمكن النيجيريا أيضا متواجد يعني اعتقد فريق الاهلي جاهز فنيا وبدنيا لهذه المباراه <applause> <للخورة> وده اللي, <applause> اللي باين من جريده المدير الفني للنادي طب باين. عايز اسالك سؤال مهيب يمكن في لقائك مع سياده السفير كان بيقول ده اول لقاء لفريق مصري بعد طبعا ماتش 2010 والمشاكل اللي بتحصل في 2010 الناس عامله ازاي في الشارع مهيب يعني حاله الاحتقان ايه هديت شويه موضوع زياره الشهيد النهارده وقبر الشهيد ده برضه موضوع مهم جدا واكيد امتص يعني يعني الجزائريين بشكل كبير الناس في الجزائر استقبالها للاهلي ازاي في المطار بيبان وشوش الناس بتبان يعني كنا بننزل بيبان الدنيا عامله ازاي قولي الاجواء كده في في الجزائر اخبارها ايه مع النادي الاهلي بال... بالفعل زي ما قال سيد سفير عمرو ابو عيش يمكن تحس ان في استعداد للمباراه يعني في حاجه مش 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 غير منظمه او جايين من صدفه لا في تنظيم جيد جدا جدا وترتيب لوجود النادي الاهلي في الجزائر الجماهير مرحبه تماما تماما بالنادي الاهلي يمكن تدريب اللي في في نادي تابع للجيش الجزائري ده مش قادر حد مرة في المكان ده لكن بيقول لك احنا فرحانين نادي القرن عندنا نادي القرن موجود عندنا في حفاوه كبيره بالنادي الاهلي في حفاوه كبيره جدا بالمسؤولين في ايضا ذكاء كبير جدا سواء من سياده السفير او مسؤول النادي الاهلي بزياره قبر الشهيد ده اعتقد ده يمكن قرب حاجات كتير لكن السؤال اللي انا سالته لسياده السفير ان ان ساعه المباراه طبعا الجماهير واللي بيحصل في ملعب المباراة الدنيا بتختلف رأسا عن عقب بنتمنى ان هي المباراة تخرج في اطار يعني رياضي جميل يعيد العلاقات يعني عوده العلاقات ما بين مصر والجزائر اهم من مباراه كره قدم خاصه ان هي مباراه سوبر يعني بتحدد مين هياخد السوبر والنادي الاهلي يعني عنده السوبر كتير جدا جدا لكن اعتقد النادي الاهلي وزي ما كان معانا المهندس محمود طاهر وهيكون معانا وائل جمعه مركزين جدا في المباراه عندهم اهميه كبيره حاسين ان الاهلي الفتره اللي فاتت فريق فائق ومن افضل فرق الدوري على كلام الكابتن وائل جمعه اللي هيكون متواجد معاك ايضا في من خلال حلقه حضرتك مع الكابتن شادي محمد وهنكون لحظه بلحظه معاك كابتن حازم من الجزائر وهنعرف اخبار نادي الاهلي سواء في الفندق سواء في التمرين سواء في السفاره المصريه يعني كل الاجواء سواء رياضيه سياسيه في الشارع هنعرف ايضا رد فعل الجمهور الجزائري نجيبه بالصوت والصوره ونعرف وجود الاهلي هنا بيمثل لهم ايه لكن سؤالك في حفاوه بالنادي الاهلي في استقبال غير مسبوق للنادي الاهلي في ترحاب كبير جدا 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 ونتمنى ان هي يستمر الكلام دوت لحد نهايه المباراه ومغادره النادي الاهلي الجزائر بشكرك زميلنا مهيب عبد الهادي شكرا جزيلا هنتواصل معاك احنا عندنا لسه ساعه هنتواصل معاك اكيد بعد قدوم بعثنا الاهلي ليه السفارة المصرية في الجزائر زميلنا مهيب مهدي من الجزائر بشكرك شكرا جزيلا خلينا نطلع لفاصل ونرجع نتكلم كورة مع كابتن شادي محمد أكثر من حمد بطولات في النادي الأهلي نتكلم عن الكورة بقى وماتش السوبر هو شايفه إزاي ورؤيته الفنية لماتش السوبر بعد الفاصل بدأ اليوم النادي الأهلي رحلته إلى الجزائر لمواجهة وفاق الصيف السبت المقبل أملا في العودة بكأس السوبر الإفريقية وإسعاد الجماهير الحمراء والشعب المصري وسط أجواء الحزن بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها ملعب الدفاع الجوي وراح ضحيتها 22 قتيلا من جماهير الزمالك قبل لقاء الأبيض أمام إنبي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري بالإضافة إلى الشهداء الذين سقطوا في ليبيا على يد الإرهابي داعش يضع لاعب الأهلي أمام أعينهم مواصلة تحطيم الأرقام القياسية والفوز بالسوبر ليصل إلى الكأس الحادي والعشرين في دولاب بطولاته والحفاظ على لقب أكثر نادي في العالم حصد بطولات قارية حيث يتربع على عرش الساحرة المستديرة بعشرين لقبا مبتعدا عن منافسي ميلان الإيطالي صاحب الثمانية عشر لقبا بالتساوي مع بوكا جونيورز الأرجنتينية وريال مدريد الإسبانية ففاز الاهلي بثمانية القاب لدور ابطال افريقيا والسوبر الافريقي ست مرات وكأس الافرو اسيوية مرة واحدة بالاضافة الى لقب كأس الكونفدرالية واربع القاب لابطال الكأس بخلاف الرصيد الضخم من البطولات المحلية وبعيدا عن البطولات والارقام القياسية يحمل اللقاء بين الاهلي ووفاق ستيف رسالة الى العالم اجمع ان مصر والجزائر اشقاء ولن تؤثر منافسات كرة القدم على علاقة البلدين التاريخية وان ما حدث خلال التصفيات المؤهله لمونديال 2010 لن تتقرر مهما كانت النتيجه وستسيطر الروح الرياضيه على اللقاء بين اللاعبين والجماهير تحت شعار الفوز لمن يستحق رجعنا لكم تاني ومعايا ومعاكم نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وحاليا الاعلامي الكبير في النادي الاهلي، النادي الاهلي دلوقتي قناته بقى فيها هو وكابتن شام حنفي يمكن اتنين من جيلنا او يعني اصغر مني يمكن شام قدي شويه لكن ده حاجه جديده يعني نشوف كل اللعيبه والش... واللي اشتغلوا في الكوره بجد هم دلوقتي اللي بيقدموا برامج انا بشوفها انها حاجه ايجابيه، الناس بعد هي اللي تحدد بتحب تتفرج على مين وما بتحددش مين، كل الناس يبقى قدامها كل ال... 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 الاشكال وال, وال... وال... يعني والاختلاف احنا محتاجين الاختلاف مش كل الناس ماشيه بميه واحده يعني اكيد اه وعشان كده يمكن شادي بيتكلم دايما كاعلامي ولكن ممكن الموضوع الفني ابتدى يروح منه او اعلاميين احنا ما بنتكلمش بنخلي الناس تيجي تتكلم فهو كضيف هيتكلم بقى النهارده فنيا كابتن شوية. عشان بس قلنا الاسماء كلها واحد كل كل واحد ياخد حقه وأستاذ برضه زي ما قلنا أستاذ محمود البط شريف علوه مدام عزه كل الناس مش عايز انسى حاجة. كمان محمد صبعي ما ينفعش انسى الاستاذ احمد برجاوي برضه عشان ياخد حقه لانه بذل معايا مجهود كبير جدا كل دول ما شاء الله اه ففي ما هو بص يا كابتن عشان نروح للكوره ما هي <applause> كره القدم دايما مرتبطه بعاملة زي الموضوع دايره <applause> يعني مثلا بنتكلم على منظومه نجاح مثلا على سبيل المثال النادي الاهلي تتكلم أه. تكلم اداره في جهاز كوره في مدير كوره في لعيبه في جماهير أه. لما حاجه من دول بتبقى ناقصه حاجه فيها هنا خلل مستحيل يبقى فيه بطولات وانجازات صح. فالعمل الجماعي دايما هو اللي بيؤدي دايما للنجاح طبعا مفيش حد يعمل حاجه لوحده يا كابتن شادي فعلا حتى في فرقه صعبه جدا طيب خلينا نروح للكوره يعني اكيد دي شغلتك ودي بقى اللي انت عارفه بجد واللي احنا اتعلمناه بشكل كبير النادي الاهلي حاليا يا كابتن شادي يمكن انت يعني ناس كتير معترضه على اداء الاهلي على النتائج مش هو الاهلي ماتش صعب فقط صفر فرقه قويه جدا انت شايف الماتش ازاي ده يمكن ان لقاءات السوبر القديمه السوبر 2001 وكابتن خالد بيبو طبعا نجم من المحبوب يعني ماتش السوبر الاهلي ووفاق في الحاله اللي فيها الاهلي توقف دوري اخر ماتشات لعبها الاهلي قبل التوقف حالته الفنيه اللاعبين حالتهم الفنيه مع نادي فريق كبير شفناه في افريقيا عمل ازاي طبعا في البدايه طبعا من النادي الاهلي فنيا انا كابتن حازم عشان نبقى متفق معاك ما ينفعش اشوف امور فنيه ممكن ما فيش اقناع بالنسبه للجماهير واطلع اقول لك الاداء الفني على اعلى مستوى انا ما بعرفش اعمل كده الاداء الفني احيانا بيبقى في مباراه كويسه جدا بيادوها بيحاولوا يوصلوا للجون بيبقى في عدم توفيق م. فالاداء الفني لسه وهو ده اللي بنقوله للجماهير النهارده النادي الاهلي بيعمل احلال وتجديد مش كل مره هنقول اللي فيه جيل بطل ده سنه الحياه جيل بطل م. فانت النهارده ده الاهلي بيبني تيم جديد النادي الاهلي بيشوف مين اللاعب اللي هيستحق يبقى موجود في الفريق هتلاقيه بيكمل واللي ما بيستحقش في الظروف دي هتلاقيه بيخرج على طول ممكن بقى ده بعيد عن اللي هو لعيب كويس او مش لعيب كويس اللي يقدر يتحمل الضغط بيبقى موجود دي جزئيه تحت اي ظروف هي. انا بقول لك بخبره السنين مع النادي الاهل م. ممكن تبقى فنيا وحش او لكن المباراه اللي مرتبطه ببطوله بتلاقي اداء مختلف بتلاقي انضباط تكتيكي داخل الملعب جا. بتلاقي في حافز في في مسؤوليه بشكل كبير فلازم نفصل ما بين اداء فني على مدار ماتشات الدوري مثلا ممكن يبقى ما اقنعش ناس كتير ولكن المباراه اللي ببطوله هتلاقي اداء مختلف تمام احنا خلينا ناخدها بدايه من زياره السفير برضو دي من اجزاء فنيه يعني مم. السفير مثلا كان موجود داخل النادي الاهلي واستقبله مجلس اداره النادي الاهلي النادي الاهلي رد وراح مقام الشهداء في كلام محترم في الاعلام هنا وكلام محترم هنا لكن المستطيل الاخضر دي كلها اجواء بتهدي الجماهير مم. لكن ما لهاش علاقه داخل الملعب عشان ابقى امين معاه اخش لا الدنيا يعني الدنيا الجمهور هناك اول ما بتدخل هو هي دي ثقافه اللي عند الجمهور الجزائري خصوصا الواحد لعب ماتشات كتير قدامهم فانا بقول لك السيناريو ده اللي هيحصل بالظبط بيبقى في اول بيبقى في في ما انت بتدخل الاستاد بيبقى بيشجعوا ما بيجيش ما بيتكلمش على الفريق الخصم خالص فعلا. ولكن م. للامانه بيشجعوا بكل قوه بيبقى فيه نوعيه من نوعات الصواريخ دي بيدي حافز يديك نوع من من القلق وده وده منطقي وطبيعي في كره القدم م. بتبتدي المباراه بيبقى تشجيع بمنتهى القوه للامانه في الجزائر كده تشجيع بمنتهى القوه فنادي الاهلي بقى عشان نروح للامور الفنيه م. انا اتعامل ازاي مع الكلام ده كله م. لازم ابقى هادي م. رقم واحد الحاجات دي امتصها تعمل عندي حاله من اللي انت تعمل حاله من الحافز لعيب النادي الاهلي ولاعيبه الانديه الشعبيه الكبيره دايما بتحب تلعب قدام جماهير فاللي انا ابقى هادي ده رقم واحد، رقم اثنين اللي انا ما اعملش افقد الكوره بسهوله لازم اللي انا ابقى مسيطر الكوره في رجلي. النقله تطلع صح لمسه ولمسه ولا ما حدش يجري بالكوره في الاول ليه؟ انت لما بتنقل كتيرة يا كابتن حازم بتعمل تقول انا عندي ثقه في نفسي فالجماهير بتعمل احباط فتلاقي الجماهير هديت ولما تقعد تنقل احيانا تسقف لان الجماهير بطبيعتها في اي مكان في العالم بتحب اللعبه الحلوه صح فانت بتجبر ان <تكلم> لكن انا لو دخلت عكس كده بدي الفرصه الجماهير بتبقى كمان بقى بدل الربع ساعه الاولى هتبقى نص ساعه مم. هتبقى ساعه مم. يبقى الماتش كله فطبيعي جدا ان انا امتص الجماهير عن خصوصا اللي هم زي ما قلت لك التشجيع بتاعهم صراحة اكثر من رائع وبيساندوا بكل قوه في الاول وممكن يتقلب عليهم زي ما انت قلت لو انت خدت منهم انت من بقى اللي هو ايه انا ما فقدتش الكوره بمنتهى آه. آه. لمسه ولمسه ولعبه ودايما بقول جمله اتعلمناها من مستر مانويل جوزي خلي في الماتشات المهمه دي خلي الكوره هي اللي تتعب مم. انت ليه بتجري بالكوره خلي الكوره هي اللي تتعب آه. ان اللعب وتحرك العب وتحرك فبالتالي الكوره هتبقى معاك ومش هيجي جون فيك والكوره مش يعني انت لما هتيجي هيجي جون فيك لما تفقد الكوره فبالتالي خلي الكرة معاك طول الوقت يبقى في ثقه يبقى في تحركات بشكل كبير مع دي مسؤوليه كبيره جدا على اللعيب وكلامي ده مش معناه اللي هو يحط ضغط عليهم اللي هو ايه لازم في ماتشات البطولات دي تبقى عليك واجبين كل لعيب ليه واجبين مش واجب يعني المدافع مش بيدافع بس دافع ويهاجم فالمدافع م. عليه يدافع ويركز ويركز اكتر والفرقه الثانيه معاها الفرقه الثانيه او فرقتك بتهاجم اغلب باص اغلى باص عملته في حياتك ده طبعا ها؟ واحده من اهم وانت بتلعبها دي كنت شايف هيصه يعني يلا نطلع واحده ولا انت كنت انت عارف يا كابتن الحاجات دي بنتمرن عليها بقى والخبرات دي <تصفيق> <تصفيق> لا دي بص يا كابتن السيناريو دي زي كنت شبيكه كده في كاس العالم لسام حسن لعب معاك الصندوق الاسود بتاع النادي الاهلي ها اللي قاعد معاك الصندوق <applause> الاسود <applause> ففي حاجات وذكريات انا لو اقولها <applause> لك انت مش يعني يعني انت دي لو كنت بصيت على الجنب كان الماتش خلص لا الكرة دي كان كانت اوت واتلعبت مشيت بيها مره اثنين تلاتة اكتر من كده كمان وابو تريكا كان على المسافه ما بيني وما بينه مش بعيد مش بعيد فعمال يقول لي واحده واحد قالها لي اكتر من يعني 3 ثلاثة اربع مرات فانا مفيش فيش رؤيه قدامي كان لسه ما اتحركوش ما فيش حد ظهر لان كانت اوت الطبيعي كان متعب ناحيه الشمال الطبيعي كان في لافيو مايل ما فيش غير حد في نص الملعب م. فلما مشيت بيها عشان اشوف يشوف. مساحه من الرؤيه اللي انا العبها لمين لكن الطبيعي طبعا في الاول وفي الاخر اكذب عليك لو اقول لك انا مثلا طبعا عارف طبعا ولا حد بيبقى عارف هو بيشوط حتى ابو تيجي هو بيشوط مش عارف هتروح فين يعني آه طبعا ف المهم في توفيق اللي هي تروح على آه متعب لفلافيو لابوتريكا ممكن كانوا جامدين قوي ساعتها؟ بص متعب وفلافيو برضه اتنين جامدين وراس حربة جامدين جدا دي الجزئية اللي محدش بيتكلم فيها للأسف عشان كده بقول لك سيبوا الكورة لأهل الكورة <applause> والله بكلمك بجد عارف ليه؟ <applause> عشان أنا الجملة دي قالها الدكتور طه في الاستوديوهات كتير وأنا مريت بيها وكانت بتتقال كانت بتتقال صدقني الكلام يعني. دوت مش من فراغ المباراه دي احنا مسافرين باستراتيجيه وسيناريو آه بنذاكر فيه م. على مدار خمس ايام كل يوم, دي. يوم كل يوم مش الكوره دي آه. سيناريو نص اول تلت ساعه نعمل كذا آه. او الربع الاخير آه. في الشوط الاولاني الشوط الثاني هنغير هنعمل كذا بنذاكر السيستم كله طول الاسبوع واسأل آه. كل اللعيبه هات اي حد على تليفون موجود في المباراه دي هيقول لك السيناريو في بقى التوفيق بتاع ربنا طبعا لكن عملنا اللي عليه في اوفسايد الجون الاوفسايد ما اتحسبش ده؟ دي بص اه طبعا كان لهم ده توفيق راجل اتعمل قبلها على طول اه طبعا طبعا بس الكوره كده عامه يعني في العالم كله بص كابتن حازم عايز اقول لحضرتك على حاجه لما تتفرج على المباراه دي مع احترام واحده من افضل المباريات في تاريخ النادي آه آه الاهلي آه ككرة انت بتتكلم على لعبة حديث لمسه ولمسه ولعبه وتحركات واخلاص واحسن عصر هناك فاينل برضه صعب بص في تونس و... اه بتكسب بطولات لكن ما حدش بيذكر حاجات مهمه كتير ان إيه. انت بتجيب البطوله من بره من آه. شمال افريقيا كسرت حاجز الخوف سنين طويله مع آه. مع, آه. مع النجم بره مع مع الترجي مع بعد كده مع مع الصفاقس وغير آه. بقى اللي انت مشورك في البطوله مع فرق من الجزائر والرجاء المغربي فكان في انتصارات وانت تجيب البطوله من بره دي دي برضه قويه صعبه بدا. جدا وكان في حاله ياس بعد واحد واحد بس كتير قالت خلاص الماتش ح... راح كابتن حازم انا عايز اقول لك على حاجه بعد واحد واحد عشان بقول لك انا بس في بعض الحاجات ما حدش يعرفها احكي لك واقعه غريبه جدا انت عارف كابتن الفرقه في بعد المباريات بيبقى في مؤتمر صحفي المدير الفني وكابتن الفرقه بعد الماتش اللي هنا في مصر اي ماتش لا أي انا قصدي الكلام آه. دي على بعد مصر كان الصفاقس خلص واحد 1 ف مراقب المباراه خبط على الباب بتاعنا فقال انا الكابتن شادي والمدير الفني خرجنا فباب الصفاقس مفتوح قدامنا في الاستاد امم دي اتحكم خدني من ايدي وراح جاي داخل عمالين يرقصوا ومش عارف ومبروك واحضان راح جاي دخل جوه خدك ودخل جوه الاوضه ما اعرفش اديني ليه انا طبعا عارف هو مش عارف رد الفعل انا عارف رد الفعل عشان ممكن ممكن يعني ممكن يضربونا بصراحه فدخل مستر مانو بس مبسوطين وبتاع مش هيعملوا حاجه لا مش يعملوا حاجه ده دخل قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا ما تفرحوش هنا انا جاي اكسبكوا هناك خليكوا فاكرين اللي انا بقول والله كده يا كابتن حال اه فاللعيبه جريت وراه فانا جريت وهو في ظهر على طول ودخلنا اصل قف... انت عارف باب الاستاد الب... أيوة ال... الب... مش دلوقتي الغرف أيوة الملابس أيوة القديمه قصاد بعض برافو المسؤول. عليك اللي هي تنزل بالسلم قصاد بعض فالمسافه صغيره جدا فدخل وقفل باب الاوضه علينا فدخل فبحكي للعيبه اللي حصل هو ذكي جدا سابني احكي ما اتكلمش قلت لهم يا جماعه عمل كذا 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 فاستغربت جدا وعمل عمل كده ليه فراح جاي بص انه عادي يضحك والله العظيم يا كابتن راح جاي قال لي شفتوا انا عملت موقف بسيط بس الموقف ده هيحط عليهم ضغط هناك وهيفضلوا مستفزين منه خليكم فاكرين وهيروحوا هناك يحتفلوا اكتر من كده بس احنا هنروح نجيب الكاس ونيجي مم. عمل عندنا حاله من التفاؤل وكل استغرب ازاي عمل كده ولا شافوا اللعبه بتجري بقى وبتهبد على الباب لما رحنا هناك اتعمل دخلة اللي أبو بيركع وإحنا بنسخن والمباراة تقريبا اتنقلت رادس كانت في رادس آه آه. واتعمل دخلة فيها إهانة شوية أنت فاهم اللي هو الجماهير رك... بص دايما أنا ما بحبش أعلق على الجماهير ليه؟ وارد فيها كل حاجة فراح جاية يا كابتن حازم إيه؟ آه... واحنا بنسخن خلاص شفنا بصينا للصوره لو بصيت بنقرا الفاتحه الحاجات دي حافز لنا لازم نرجع بالكاسه هتبقى هتفرق معانا الناس م. كلها م. بتقول انا فاكر الكلمه دي كويسة قوي الناس كلها بتقول إن احنا خسرنا لازم نقول لهم لا اللي احنا هنرجع بالبطوله لازم نقول لهم إن احنا لا رجاله نفرح الناس فكان في حاجات اتقالت حق... كده والحمد لله قد كان واخدنا مم. مم. البطوله وكانت واحده طب من اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي. طب خلينا نسمع كلام واحد من المهمين برضه اللاعبين المهمين كان لعيب طبعا دلوقتي مدير الكره بالنادي الاهلي كابتن وائل جمعه وكلام مهم اكيد لان كابتن وائل مر بالاحداث اللي اتكلم عليها الكابتن شادي بشكل كبير هو النهارده كان مدير كره لاول تجربه ليه في السوبر الافريقي نسمع ونشوف كابتن وائل جمعه بيقول ايه ونرجع نكمل كلام. مباراة صعبة مباراة الأهلي وفاق ستيف وإن شاء الله الأهلي دايما معودنا بنلاقيه في البطولات وفي في الوقت الصعب ودايما الأهلي بيبقى حاضر باللي معاه يعني إحنا بنقول دايما الأهلي بمن حضر والأهلي بمن حضر دي ليها معاني كثير جدا في كل الأوقات وكل اللعيبة وبأي حد موجود اهم حاجه ان تبقى روحنا ده اهلي موجوده وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه وبنطلبه من اللعيبه و يعني الحمد لله احنا عدينا مرحله صعبه جدا جدا اللي هي بتاعه تغيير جيل دي عندنا دلوقتي مجموعه جديده من اللعيبه بتحاول تعمل لنفسها اسم و يعني الفتره اللي فاتت الدوري كان منتظم شويه الحمد لله الامور كانت كويسه حصلت الحادثه الأخيرة بتاعت ماتش الزمالك وانبي اعتقد هتاثر شويه انما ان شاء الله الدنيا هتمشي تاني باذن الله و وربنا السهل باذن الله تبقى المباراه السوبر دي فتحه خير على المجموعه اللي موجوده عندنا دي ان ان تحط رجليها كمان وكمان انت عارف في الاخر الدوري هدفه ان انت سيطره افريقيه ومنتخب مصر و... ف يعني الحمد لله الجيل بتاعنا ما سيطرش غير لما كان عندك دوري قوي وافرز مجموعه كويسه من اللعيبه عندهم خبرات ساعدت المنتخب ان هو يفوز بكاس الامم الافريقيه أه... وصلوا لمستوى كبير جدا نتيجه الاستقرار والاستمرار في اللعب ده كلام مهم للكابتن وائل جمعه وحديث عن مباراه اليوم السبت ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والكابتن كابتن شادي كان بيتكلم على الفوز بره وكان صعب جدا انك تكسب فريق من شمال افريقيا بره ولكن ده كان جيل قوي وجيل طبعا فيه نجوم وعمالقه الكره المصريه في الفتره دي الجيل ده كابتن شادي يقدر يعمل اللي انت عملتوه قبل كده يقدر ياخد بطوله من شمال افريقيا من الجزائر من وفاق صيف ماتش صعب اه طبعا شايف ال... شايف الاهلي قادر على العوده ببطوله السوبر؟ طبعا النادي الاهلي قادر بس في معطيات زي ما قلت لحضرتك في استراتيجيه مدرب عشان ارجع بالبطوله ما ينفعش كابتن حازم ابقى دايما كلمه كانت بتتقال كده والمفروض المدربين الكبار بيقولوها ما ينفعش ابقى قاعد ومريح وهقول لك انا راجع بالبطوله مم. لا في معطيات وفي استراتيجيه مم. وفي خطه انت النهارده عشان ارجع ببطوله فريق ليه جماهيره وفريق آه قوي جدا فريق وفاق ستيف ومن الفرق القويه على ملعبها لا لازم يبقى في واحد اتنين طب اتنين انت من خلال قربك لنادي الاهلي ومن خلال انت متابع لنادي الاهلي اكيد المعطيات دي من خلال الماتشات من خلال الماتشات اللي فاتت قبل توقف الدوري من خلال التدريبات اللي فاتت هل هي موجوده بنسبه كبيره ولا اول مباراه تبقى موجوده مم. كنا بنتكلم على عدد اصابات كتير جدا المدرب معهوش حلول لأن النهارده حضرتك عارف ولاعيب كبير ونجم بحجم حازم امام عارف اللي انا هقوله ده كويس جدا النهارده انا مدرب وعندي باك ليفت واحد والباك ليفت عارف اللي فيش واحد تاني او مصاب م. فمهما بكلمه بديله امور فنيه بيبقى هو مستوى واحد طب م. نتخيل بقى لو معاه اتنين تلاته ودايما انت تروح عامل تغييره كده بسيطه حتى في التمرين فبتطلع 100% من اللي عنده، م. فالراجل ما كانش معاه اللي هو يعمل الامور دي كلها، كان معاه عدد مصابين كتير و... ولما يرجع المصاب تلاقي ناس انذارات فما اكتملش التيم معاه، لكن المباراه دي الامور ع... لا معاه مجموعه وفره من اللعيبه. وعلى فكره المعطيات منها التشكيل، المعطيات منها امور فنيه، المعطيات منها فكر اللعيبه، هننفذ ايه؟ هنعمل ايه؟ عاوز ايه من المباراه؟ المعطيات منها روح الفانيلا الحمراء، بص هكلمك بصراحه الناس دايما بتقول الزمالك اللعبة والفن والهندسه، اهتم بالفنيات. مم. كل ما كل نادي ليه مدرسته صح. وليه فكره، والنادي الاهلي بيقول لك روح الفانيلا الحمراء. فانت الأه... لازم يمكن والجمع... واحد وائل جمعه وائل جمعه قال الموضوع ده في ماتش ماتش التعادل الاخير للنادي الاهلي، قال الاهلي مش متعود يلعب حلو، الاهلي بيكسب. برافو عليك. كان ماتش بس مش فاكر ماتش ايه اللي اتعمل في فيه يعني. طبعا الجماهير بتحب اللي انت م. تبقى بتمتع الجماهير ويبقى فيه م. لمحات فنيه اكيد لكن في الاول وفي الاخر في مصر هنا م. الاهلي عمل مباراه رائعه قدام امبي م. وضيع عدد اهداف أيوة ماتش كبير ماتش ما كسبش فالناس كلها قالت ايه الاداء سيء وكل حاجه فانا لا المعطيات في مصر رقم واحد النتيجه بتتعامل م. بالنتيجه نتائجك ايه فعشان كده لازم يبقى في استراتيجيه هبتدي المباراه ازاي هتعامل مع الجماهير ازاي اللعيبه الكبار لو في حد ما عندوش خبره في التشكيل هيقول له ايه الانضباط داخل الملعب الفريق هيدافع كتله واحده ولا ولا كل خط هيبقى تائه عن التاني فانا النهارده المباراه انا بقول ما دايما لعبت الوفاق مش مش بست رجول ولا باربع رجول زيهم زي, زي لعيبه النادي الاهلي بل بالعكس تاريخ النادي الاهلي يديله الفرصة اكبر لكن هنا في الملعب وفي الجماهير فعشان كده انا اكدت على الجزئيه دي اول ربع ساعه مهمه جدا مم. مم. بس طب مش طب معناها ان بقيه الوقت مش مهم لا آه. مم. اول ربع ساعه طب مين اللعيبه دلوقتي ك. مين اللعيبه يا شادي اللي شايف ان هم دول اللعيبه الكبيره دول اللعيبه اللي فعلا اللي هيكون تقدر تعتمد عليها تعتمد المدرب ويعتمد آه. عليها الفريق في خبرات داخل النادي الاهلي تتمثل بس حاليا في على الارض يعني الحاله النفسيه بتاع الحاله الفنيه دلوقتي بص حاليا النادي الاهلي عنده مجموعه من الخبرات مهمة جدا، عاشوا الموقف دي كتير جدا، نتكلم في شريف اكرامي، بنتكلم في حسام عاشور، بنتكلم في عماد متعب، بنتكلم في وليد سليمان، آه مش عايز انسى المجموعه الخبره اللي انا في آه حسام غالي شايف حالته دلوقتي حسام, حسام, حسام غالي، انا مم. كويس اللي انت قلته حسام غالي، بص يا كابتن هقول لك جمله طبعا انا هتكلم دي بخ بحكم الخبره بتاعت التعامل مع المدربين الاجانب، مم. وللاسف هنا <applause> لما تيجي بتسمع الناس انا ببقى قاعد بستغرب انا انا مش بصدد ان انا اعلق على حد او مش بتريق انا بقول حقيقه عشان ممكن يبقى مدرب ما عندوش دي فيتعلمها يعني مثلا على سبيل المثال مانويل جوزي كان بنحقق بطولات فبناخد اجازه فتساله فين في المانيا بيتعلم حاجات جديده وسنه عامل ازاي؟ مانول فكان بيجي يحكي لنا إن انا بقول لك بخبره السنين اللعيب لما بيبقى غايب وقت طويل اللعيب لما بيبقى غايب وقت طويل بيبقى عنده مخزون جواه اللي مم. هو يديك طاقة لمدة مباراة كاملة. اللعيب لما بيبقى غايب وقت طويل لما يجي يلعب ما تقولش ده هيلعبوا ازاي وهو غايب. مم. لا بدليل نرجع بس هو هيلعب ماتش لكن ما يلعبش ماتشات. برافو عليك مم. عشان يعني الاهل يعني هو كده الاهلي يلعب ماتش حلو قوي الجاي بس اللي بعديه ما يخلش. اقول لك على معلومة وانا مم. هو بقول بمنتهى الصراحة عبد الله السعيد مم. نرجع أول ما رجع من الإصابة الكبيرة دي كان بقاله كام شهر كتير مم. المدرب اداله ماتش كان كويس جدا فيه. مم. بس رجع ابتدى بيه تاني ده م. كان خطا كان لازم يقعد بعد شوية. اول ماتش وادي نص ساعه في نص ساعه في نص ما ساعه يخ... لغايه لما, يخ... لما يجيب رتم الماتشات فاللعيب يبقى عنده اللي اقصده ايه عشان الناس تبقى فا... لما تلاقي حسام غالي موجود في التشكيل فده طبيعي ومنطقي لان الدراسات والعلم بيقول اللعيب يبقى عنده مخزون يقدر يطلع جوال في ماتش هو يقدر يخرجه كان معنوي بقى و... معنوي. عايز العب عندي طاقه عايز اخف ممكن يلعب مباراه كامله لكن بعد كده ما ينضرش لعبتها طبعا ما ماتشات برافو عليك يا كابتن حازم فدي جزئيه مهمه جدا انا شايف ده في حسام بكره ممكن يوم السبت يكون في حاله كويسه دي مباراه لازم يبقى فيه خبرات داخل الملعب آه انا شايف يعني لو بنتكلم على تشكيل لو عايزني مثلا اقول لك انا معرفش مين انت قولي لي تشكيلك بس انا انا ده وجهه نظري الشخصيه اللي هو دايما نقول تلات ديفندرات ما ممكن لعيب يعمل دور يكمل ويرجع انا مثلا مم. لما بنتكلم على تشكيل النادي الاهلي آه شريف اكرام آه باسم علي حسين السيد أه حسين س... في الماتش ده هو أص... 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 بس برضه صبري رحيل قصير برضه م... م... أطول الاطوال برضه في الماتشات دي بتفرق شويه بس هو الاثنين قصيرين فعلا بص يا كابتن انا يعني هقول لك الجزئيه دي عشان انا في الاول قلت لك لا كل اللي يبقى عليه دورين مم. بمعنى مم. ايه اللي انا هشرحه ده فحسين السعيد هيبقى قدامهم قدامهم في مباراه زي دي انت مين في القلب قلت لي ما في القلب سعد و... ونجيب نجيب. آه. لتني. اطوال بيقدروا يتعاملوا مع الكور الثابته، الفريق ريح اخذ قسط من راحك بعد ضغط المباراه الكبير ففي راحه اكتر من اول عشان كده كنت بتلاقي بعض الصغارات حسام عاشور المباراه دي حتى في البدايه ابتدي اول ربع ساعه كده، ما هو ما هو خلي بالك مش ما احنا بنتكلمش هو التشكيل اللي احنا بنقوله مش اجبار ولكن ممكن تلعب اول ربع ساعه كده اضمن منك الشكل من التكتيكي حسام يبقى قدامهم بس قدامهم متقدم عشان الفريق ما يبتديش حسام بطبيعته بيدافع اكتر ما بيهاجم فما يبقاش قدامهم كده صار لا حسام عاشور قدام جنبه على ناحيه اليمين حسام غالي مم. ناحيه آه الشمال تريزيجيه آه لازم ترزجي. يلعب ترزيجي اه طبعا لازم يلعب ترزيجي هو بيلعب بس بزم. مش من القدامين مش من قدام يعني مش من لا 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 ما هيجي ويجي يكمل من تحت ليه ليه هقول لك الكلام ده يا كابتن حازم؟ طب كمل التشكيل اهو التشكيل يبقى احنا اتكلمنا كده اتفقنا اربعه ثلاثة آه 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 بنتكلم في آه قدام انا اعتقد الراجل بيميل دايما للاعيب الافريقي صلاح يعني انا شايف اللع... صلاح بره ما سافرش آه. 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 ايبي آه. بيتر ايبي ما آه سافرش صح وبنتكلم على وليد آه سليمان امم و اتمنى وعبد الله السعيد. انت شايف ان ان يلعب ماتش زي ده بوليد سليمان وعبد الله السعيد وراس حربه وتريزيجيه شايف ان ده اه طبعا يلعب زي ما بيلعب في مصر ما بيلعب كده يعني قولي ليه بقى؟ 4 2 3 1 يعني 4 2 3 1 هيلعب كده اه ليه ليه يا كابتن انا قلت كده اللي اللي يعرف فرقه ومذاكر وفوق ستيف فريق مم. ما كسبش خ... اخر خمس ماتشات على ملعبه ما كسب مباراه واحده. امم آه ما بيكسبش على ملعبه كتير. امم بيلعب على بيستغل المرتده وحتى لو ما بيروح على المرتده بيندفع للهجوم الفريق ككل فانا عندي هنا بقى لازم يبقى في ايه عشان كده بقول لك لازم املأ وسط الملعب املاه بعدد من اللعيبه ما ينفعش عبد الله يروح يعمل دور هجومي ويقف مم. اعمل دور الهجومي وارجع وليد اعمل دور الهجومي وارجع يبقى عندي ثابت حسام حسام يبقى واخد واجبات اللي هو بيروح يكمل الهجمه لغايه حد معين ويرجع بس انت مس يعني انت من نوع او من لعيبه كابتن شادي اللي انت لعبت مع جوزيف ماتشات زي دي كتير أوه. وكنت دايما تشوف جوزيف في ماتشات اللي بره كان دايما يلعب ثلاثة 3 هقول لك بقى أفلين. حاجه كويسه هنا يلعب باثنين لا هقول لك بقى ليه أيوة يعني. عشان الاوراق اللي معاك محمد رزق مش لك. موجود آه. عندك في المكان ده ما فيش عدد كبير اه اه فانت اه يعني انت مجبر مش ده دل... مش ده الشكل اللي انت عايزه يعني. مش مش ده لو في آه. فيندر تاني كنت هقول لك محمد رزق وحسام عاشور جنب بعض وما آه. وممكن حسام يبقى ليه دور بعد كده مم. لكن آه. لكن انا عايز استغل الطاقه اللي عند حسام غالي ككابتن الفريق وزي ما قلت لك استغل جزئيه اللي هو لسه بيبقى مم. لسه راجع بيبقى عنده حاجات كتير عايز حسام عنده مشاكل ليه يعني انت اكيد اقرب منه مني يعني ليه كل شويه اتخانق مش عارف مع مين؟ اتخانق مع مين؟ اتخانق تفسيرك انت ايه للموضوع ده السنه دي بالذات ب... يعني بصير... يعني عمر ما كان كده زمان اه لا حسام هل في ضغوط عليه؟ مطفق. نختلف انت عشرته كتير وعشان نقول كلمه آه. حق الجمال وشخصيه محترمه ومؤدب جدا آه. بس بتفرق كابتن حازم مم. امام هادي مم. بيتعامل بهدوء ما يعرفش يعني حتى وهو كابتن بيكلم زمايله ممكن يجيب حد صوته مش هيبقى عالي بس ممكن يقول كلمه توجع اللي قدام صح ولا مش صح؟ عشان يحس خلاص انت تجاوزت مره اتنين تلاته فلازم م. حسام غالي هي طبيعه بنا ممكن عصبي شويه ولكن خلينا نتفق هو عصبي يعني اه طبعا اه طبعا آه بس خلينا نتفق على جزئيه حسام غالي موجود في جيل بنتكلم دلوقتي في تغيير جلد ففي عناصر صغير صغيره كثير. في السن بتكتسب خبرات وكمان انا بقول الجمله دي دايما هو في مسؤوليه كبيره الراجل ده راجع من بره عارف اللي هو هيبقى كابتن الفرقه عارف اللي في مسؤوليه كبيره جدا عارف اللي في امور انضباط هيحطها جوه الفرقه لكن ما ينفعش هو ده بقى الجزء اللي حضرتك بتكلم فيه ما دام انا كابتن حازم بيزعل من عصبيتي يبقى لازم آه على حسب ممكن انا اتقبل عشان عارفك واحد تاني ممكن مش هيقبل لكن في الاول وفي الاخر دور كابتن الفرقه اللي هو يزعق في الملعب إنت ده انت تفسيرك ليه هو عصبي كده عشان عشان ايه يعني يعني إيه كابتن انت بس تفسير بس اكيد ليك تفسير هقول لك تفسيري انا تفسيري مسؤوليه آه تفسيري ضغوط آه طب آه طيب ليه ما هو كان كابتن الفرقه قبل كده يعني كان شيء كل ولا كان موجود وائل ممرش بنفس الظروف آه دي آه يعني ممرش بنفس ال خلي بالك النادي الاهلي مش من النادي اللي يخسر ماتشين ثلاثه آه, اه هو شايف الموضوع الزياده عن... هو شاف الحلوة قبل كده آه خليني بقى احنا كان معانا اول جون جابه ماتش 2001 كان بيلعب يعني 14 سنه وجاب بعدين انت تخيل لما الناس بتقول واحد حسام غالي من افضل لعيبه في وسط الملعب تيجي الناس في يوم تطلع ده ازاي يروح منتخب مصر بس, بس هو حالته بس هو حالته الفنيه السنه دي مش هو حسام غالي واكيد يعني. هو عارف مم. اكيد فدي ضغوط يا كابتن عشان كده بتلاقي ايه هو بطبعتك انت عصبي فبتزود العصبيه ده مش معناها ان انا اتجاوز لكن حسام غالي واحد من افضل اللعيبه اللي جت في وسط الملعب رجونا هو اللي جابه ده في ماتش مش ده ده حسام حسام ده كايزر تشيفز آه كايزر تشيفز ده في كاس السوبر فين واحد. آه 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 كاس آه ما خدنا بطوله ضيا من قبلها كان من سان داونز كلها من فاهم كابتن حازم فانا مم. ليه ليه قلت لك التشكيل ده لازم أول مم. ارمي اوراق الخبره اللي عندي طب ما متعب المفروض عندي, من موجود. عندي متعب. متعب او ايبي انا شايف هما الاقرب اللي ممكن يبتدوا مم. مم. بس لازم انا ليه قلت لك كده هتلاقي بقى بره رمضان صبحي لعيب انا لسه صغير بص ما فيش حاجه يا كابتن حازم بصراحه يعني طب انا هسالك كم حاجه في بعيد بقى عن النادي الاهلي انا رايي <applause> ان واحد الولد دوت رمضان رمضان ده مع احترامي ده ما ينفعش يخرج من الملعب اه والله انا معاك كده ما ينفعش يخرج من الملعب قلت في كذا تحليل معاه و... ما بفهمش ليه بيقعد بره وبيقعد بره خالص بص انا ده رايي ده رأي شادي الشخصي في رمضان مم. صبحي اللعيب لما تيجي تخصم منه فلوس صح اخصم منه فلوس اللعيب اللي يوجعه الفلوس اما تخصم منه مم. من انت عارف يا كابتن حاتم لكن واحد زي ده لازم ياخد وخصوصا اللي بيلعب مكانه مره و... اربعه 10 مش... ده ستايل لعيب اوروبي ده لعيب بينقل ده لعيب مهاري ده يعني بنتكلم أوه. عن اللعيبه المهاريه في مصر قليلين جدا يا كابتن انا برضه مستغرب جدا ان هو ما بيبتدي حتى لما ما بيبتديش ما بيلعبش بيبقى بره ما بينزلش بره خالص يعني لعيب لما بينزل دايما لعيب ايجابي وحتى اللي بيلعب مكانه كان عبد الله السعيد مش في كل الاوقات بيبقى كويس وبرضه ما بياخدش الوقت الكبير يمكن يا كابتن بس عشان ده دلوقتي ده حالا على الهوا فريق نادي الاهلي لسه راجع حالا من التمرين مهندس محمود طاهر معاهم برضه بتبقى كويس رئيس يعني في وسط كده وخصوص السفريه زي اكيد برضه بتديك يعني أهمية هو حسب قيمه البطوله عشان اقول لك حاجات من الكواليس يعني اقول لك كل نا المهم آه بشمهندس محمود طه لازم يبقى في التدريب حتى آه لو مش مع مجلس الزراعه لو بشكل فردي دي, دي معروف دايما طول الوقت مم مم طول الوقت بيحاول في في مسؤولياته وعارف اللي في حلاله وتجديد وعايز يجيب عن آه يعني اقول لك على حاجه حصلت معايا انا شخصيا كم مره بنتكلم انا وهو ف قد ايه رئيس النادي الاهلي الباشمهندس محمود طاهر صدق يعني انا ما بعرفش وانا الحمد لله مش محسوب على حد انا راجل في الاول ابن من ابناء النادي الاهلي فاما بقول حاجه فهي حصلت 100% قد ايه انا بحب التعامل اللي فيه ادب واحترام واخلاق لما بيتعامل فيه ادب واحترام فمره بكلم قال لي انا عايز اعمل جيل ياخد بطولات اكتر من اللي انتوا عملتوه الطبيعي مم. كشادي تزعل <applause> ازعل فاهم <applause> آه. لكن آه. لا ده ده مصلحه كياننا فقال لي انا عايز بدور على عن... بس خلي بالك الظروف في مصر مش مساعده. مم. الاوراق ال... ال... العد عد غنمك يا جوحه في مصر. شعر. معلش ال... ال... الاوراق المميزه مش موجوده. مم. مم. وانا ضد اللي مع احترامك يا كابتن حازم يجي يقول لك ده بيفضي النادي ده من دي يا جماعه دي بقت احتراف بقت صناعه فاللي معاه ويقدر و... و... وحضرتك يعني انت بتقدمني دلوقتي قلت لازم طيب في ده, ده الفلوس مم. رصيدي في البنك البطولات والانجازات اللي حققتها دي ده اللي ابنك هيبقى سعيد بيها ده اللي صح. اسرتك هتبقى وده اللي انت نفسه ده و... اللي جمهورك انت بتلعب ما حاسس بيه على فكره انت بعد ما بتبطل بتلاقي نفسك اللي لما حد بيقدمك تايتل كده وكل ده موجود بتبقى انا عملت كل ده أيوة. بتحس ان انت يعني انت بتبقى مركز وانت بتلعب برضه الواحد هو بيلعب الدنيا اقول انا هقول لحضرتك على حاجه ده يمكن هو لسه واصل واللعيبه كلها خلاص تمرنها بسبب الله الحمد لله وكل الناس مستعده في بعض الناس بعض الجوال دي خاصه عندنا في الملاعب اليوم والحياه طبعا بعض الجولة مثلا حازم امام انا هو والله يعني في في واحد مثلا حازم امام حضرتك قاعد معايا مثلا بتروح تحلل الدوري الايطالي بحكم اللي انت مثلا كنت موجود في بتلعب في الدوري الايطالي افتخر بحاجه زي كده ادعمه بكلمه طيبه لكن مش هقول هو بيعمل كده ليه وبيروح ليه ومش في امور عندنا بد... ليه ليه بنحاول والله يا كابتن عشان كده بقول لك ايه لازم نحافظ على نجومنا اللي حققوا وتعبوا والناس بتحترمهم عشان ده هتحتاجه ولازم احافظ على رموزنا عشان ده بيسلم ده يعرف ان ده شخصيه محترمه سلم غيره حاجه محترمه هو اللي بيعمل كده شادي بيبقى هو عمل حاجه فعارف القيمه مم. لكن في ناس ما ما حسيتش وما شافتش بيبقى نفسها نفسها عندها حاجه تعبانه يعني شويه ف يعني مش كل الناس لعبت مش كل الناس شافت مش كل الناس خدت بطولات فعشان كده يعني بعذر الناس دي شويه ممكن عندهم حاجات كده جوه شويه مش فلأ مش اللي انا اقصده كابتن حازم ايه لان الباشمهندس محمود طاهر برده في <ممم> كنا بنتكلم مره في النادي فيعني اكيد عايز راجل جاي فيه مسؤوليه كبيره وعارف ال 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 الاجيال اللي قبل كده <مم> حققت حاجات محترمه جدا بس اكيد اللعيبه اللي زي كده عايزه برضو تحقق مش هتسافر عشان ما تحققش آه. فاهم اقصد آه. اقول لك ايه؟ طيب. ف... اتفضل آه. لا لا انا عايز اخش معاك بسرعه عشان الوقت لقيته فجاه خلاص يعني آه. عندنا فعايز اخد معاك شويه حاجات آه آه سريعا آه متعب انت بنقول لعيب كبار وما قلتليش ان هو يبقى موجود ها شايف ان متعب آه. دلوقتي ما يقدرش يلعب 90 دقيقه مثلا او لا, ممكن؟ لا, لا متعب ب 50% من مستوى عماد متعب آه. آه بيكسر اي حد آه. آه. بكلمك بصراحه يكفي انا ما بقولش حاجه من عندي مم. تحرك واحد كرره مرتين في وقت صغير جدا برات الكونفدراليه طلع خبره السنين في حركه واحده مم. سبق المدافع و, و... فاجئنا الراجل في... في حته وهو في حته في ثانيه آه. فده ده معناها ايه مم. اللي ده لعيب مهم جدا ما هو راس الحرب مطلوب منه غير يتحرك في الثانيه دي يطلع خبراته في المواقف اللي الفريق محتاجها فوجوده مهم بس هو كان عنده دور بس سخونيه وبرد يعني هو كده انت شايف ان هو ممكن يكون ما موجود ما تدربش مع الفريق م. هو لكن طبعا متعب واحد من اللعيبه المهمه جدا داخل النادي الاهلي خصوصا لما بياخد بنشوفه بيتحرك بيحاول فانا لما بشوفه يتحرك ويحاول فخلاص ده ببقى مقتنع ان الراجل ده بيعمل الدور اللي عليه لكن في الاول وفي الاخر في مصر راس الحربه لما بيجيب اهداف طبعا بيبتدي تشيد بيه ويبقى كويس لكن ما بتجيبش اهداف مم. هيتقال عنك انت مش في مستواك ومستواك بيتراجع انت شايف لو هو كان سليم كان ممكن يلعب يبتدي انا بقول اعتقد لو ممكن يبتدي او هو او بيتر 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 ده كويس يعني مقتنع بيه شكله كويس يعني لعيب كويس ما اقدرش احكم عليه لسه ما لعبش معنى اللي هو جاب هدف فاقول لك اللي ده كويس حطها حلوه بصراحه عملها يعني في لمسه راس اه لمسه حلوه انا حتى لما جه لما جه اول تدريبه للنادي الاهلي المراسل كان معايا على التليفون فسالته قلت له اي لعيب كوره بيبان من اول لمسه فيه ولا ما فيش؟ فقال لي إيه هو ما بانش حاجه غير اللي هو بيجري بيقاتل بيحاول مفيش ما فيش لسه ما قدرتش احكم عليه فاحنا ما ينفعش طبعا احنا نتكلم ككوره مش معنى اللي هو جاب هدف اللي احنا نقول ده صفقه 100% ونجم هو. والنجوم لا لازم نبص اكتر من مباراه اثنين ثلاثه ونبتدي نقيمه صح. رايك كيف في <applause> عوده الدوري وتوقف الدوري والكلام ده؟ بص يا كابتن حازم وانت سالتني السؤال ده من اهم الـ الـ الاسئله النهارده. عوده الدوري انا هاخدها من شقين دايما في راي بيبتدي يقول لك هنعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه عايز تسمع راي وراي تاني متطرف مش عاجبه العجب وهو اللي لازم يمشي الدنيا وهو لازم يسمع ولا ده صح ولا ده صح م. احنا ليه ما عندناش من القدره اللي احنا نمشي في الاتجاهين؟ م. الدوري وقف ليه؟ عشان خاطر في ناس ماتت صح طيب. صح ولا مش صح صح طيب. نجيب حق الناس دي بسرعه مم. ومش كل واحد يعمل لي فيها وكيل نيابه صح طيب. ولا اتحاد كوره يطلع بيانات اللي حصل ولا نادي الزمالك يطلع بيانات اللي حصل ولا الداخلية تطلع بيانات اللي حصل في جهه تحقيق الوحيده اللي تقول لنا ايه اللي حصل النيابه ونمشي في الخط ده مم. ونفس الخط الثاني بنتكلم على عوده الدوري بس مين اللي مش اللي يقول مش معنى بنتكلم على عوده الدوري نرجع لنفس الثلاث سنين اللي فاتوا وتيجي تقول لي لعيبه بتبيع بتاعت عصير والدرجه الثانيه والثالثه راح يجيب عصير وراح مش عارف يشتغل على توك توك انت كده بتسيء للعيب بتاع الدرجه الثانيه والثالثه انت ما بتكبرهوش انت كده بتقلل منه بس ده واقع يعني كابتن حازم لو سمحت لو ده واقع ما اه طبعا ما نقولوش لان الرياضي دايما بناخد بطولات او حتى بتنافس في درجه ثانيه او ثالثه وانت رافع راسك فوق مم. بس ده مش مش حاجه وحشه بتشتغل شغلانه ما دا شغلانه شريفه يعني كابتن هقول لحضرتك على حاجه لما انت بتحب لعيبه الدرجه الثانيه والثالثه قوي كده ما بتجيبش حقوقها ليه والمبالغ الماديه الضعيفه اللي بياخدوها في في الدرجه ما بت... ما بت... ليه ما بتغطيش ليل ونهار الدرجه الثانيه والثالثه بجزء كبير من برنامجك لكن نكلم مين نكلم رئيس الدرجه الثانيه والثالثه عشان خاطر انتخابات عشان خاطر لعيب هينتقل من هنا ده مش دورك ومش دور اي حد فاللي انا شايف اللي انت تقول على اي لعيب راح عصير ولا الكلام الفارغ ده مع انها مهن شريفه م. دي اهانه للعيب اللي انت بتتكلم عنه، وجه م. رسالتك في وزير شباب ورياضه، م. في رئيس اتحاد كوره، قول له اتحرك، م. قول له رجع لنا الدوري، قول له انت جاي حضرتك على الكرسي مسؤول عشان الدوري يرجع، قول له رئيس اتحاد الكوره انت مش جاي عشان تنزل انتخابات، انت جاي انت واعضاء مجلس الاداره جاي عشان يبقى في مسابقه محترمه فيها لوايح وقوانين الكل يلتزم بيها، م. بما فيهم الاهلي، م. وبما فيهم الزمالك، م. لكن بتيجي تطبق لي اللوايح تيجي تقول على رئيس نادي ضرب حكم بالقلم وكلنا شفنا الصوره وتوقفه تمام مباراته 5000 جنيه وعامل غرف ملابس توقفه لي سنتين هو مم. هو في في الدرجه الثانيه لما بقى ضرب القلم بص يا كابتن انا انا اقصده ايه ما تخاطبش جمهور الدرجه الثانيه والثالثه انت خاطب المسؤولين هم دول قول له قول له حضرتك موجود عشان ترجع الدوري حضرتك موجود مش مش كل حاجه فزاعه الداخليه اخواتنا وبيموتوا مننا اه طبعا وعارفين الكلام ده كله وفي مسؤوليات عليهم لكن آه مش كل حاجه المسؤول عن تحمل مسؤولياتك يعني مثلا على سبيل المثال وانا اسف ان انا اخرج الجزئيه البسيطه دي انت النهارده رئيس الجمهوريه بيجيب وزراء ورئيس وزراء وبتاع آه كل حاجه وده انا مستغربه جدا ودي على فكره دي ده وطن انا ما بتكلمش سياسه ولا في يوم من الايام هتكلم سياسه بس ده وطن وكل واحد يتحمل مسؤولياته يعني مثلا لما ماتوا الناس بتوع استشهدوا جماهير نادي الزمالك رحنا نناشد رئيس الجمهوريه. لما يحصل حاجه في السياحه نناشد, نناشد رئيس الجمهوريه. يا جماعه وفي ايه؟ ها. ما كل واحد يتحمل مسؤولياته عشان المركب تمشي في البلد دي. كل واحد يتعب. انت شايف الماتش ده مسؤوليه مين كان؟ ايه المسؤوليه الاولى لمين؟ وبعد كده تتفرع انت هتدخلني انت عارف اصلا انا ما بعرفش يعني اللي جوايا بقوله فحتى لو هيحصل حد ممكن يهاجمني فهقوله. الماتش دوت 30 سنة، 40 سنة وحضرتك بتلعب الناس بتدخل المباريات يا إما بكرباج وحصان ادخل اقف في الصف ومش عارف ايه ومعاه تذكرة وما بيدخلش. م. لازم نتعامل مع الناس احنا بشر ودايما المصري عنده كرامة، عايز م. راسه مرفوعة دايما فما ينفعش اللي انا ادخل جماهير بالشكل ده ايا كان في العصر اللي احنا فيه قامت ثورات عشان حريات عشان نحترم بعض مش نتعدى على بعض. م. قامت ثورات عشان حريات عشان نحترم بعض مش عشان نتعدى على بعض تمام. سواء بلفظ او سواء, سواء من هنا او سواء, سواء من هنا دي جزئيه مهمه جدا يتحمل اتحمل مين في مسؤوليه ادبيه ادبيه خصوصا لو واحد غيرت يا كابتن حازم م. بقى الانديه هي اللي مسؤوله عن تنظيم المباريات مش اتحاد كره القدم ففي مسؤوليه ادبيه على اتحاد كره القدم في مسؤوليه على نادي الزمالك التذاكر تتحط في المنافذ م. ما تتحطش دعوات اللي انا عايز ادخل الكابتن حازم ادي له 10 تذاكر ده وفي الاخر ما هو قال لك اللي فيه 3000 تذكره ومش عارف كم تذكره مش موجود ما تبعوش ففي ما تبعوش يعني انا النادي الاهلي شفت قدام عيني مش عشان انا في النادي الاهلي ولا الكلام ده التذاكر تيجي في المنافذ البيع والله اللي ياخدها ياخدها ايا كان لكن عشان ما ادخلكش المباراه ما عرضتش دي رقم مم. رقم ثلاثة آه والمهمة الداخلية الداخلية بيمروا بظروف صعبة؟ اه بيمروا بظروف صعبة لكن انا عايز اعرف مين اللي عمل في اتحاد تقول لنا مين اللي عمل الـ الـ الفكره دي الفكره بتاعه الدخول سايب الملعب ده كله دخله مع 20000 من بابا واحده فلما احط غاز مم. هيجري هيبقى في ده كذا صاحب القرار ده اللي ياخد جماهير الزمالك جماهير الزمالك لو انت بتحب اخوك اللي جنبك انا بكلمك بقى بحكم اللي انا مريت وشفت فاللي شاف الواقع وشاف الالم فعارف خلفيته اكتر من اي حد تمام لما تبقى عارف اللي اخوك ممكن يحصل له اللي انت بتدافع عنه بعد كده وهتدافع عنه عشان تجيب حقوقه هيحصل له نقطه قلم قد كده او نقطه دم قد كده ما ينفعش توديه للاستاد فانت مسؤول لازم تحافظ على زميلك اللي جنبك لازم تحافظ على اخوك اللي بيشجع مم. معاك صح. فدي مسؤوليه عشان كده في الاول وفي الاخر مسؤوليه مشتركه مشترك. من كله فلازم نمشي في الخطين دول بعيد عن زي ما قلت لحضرتك عشان دي جزئيه مهمه جدا ان يعني العداله تاخد مجراها العداله تاخد مجراها بسرعه مم. ونعرف الاتحاد تقول 1 2 3 4 وفي نفس الوقت تتكلم على عوده الدوري بس ما تقوليش توك توك وعصير وبقال ومع احترامي لكل المهن الشريفه تكلم المسؤول اللي هو وزير شباب ورياضه تكلم رئيس اتحاد الكرة م. تكلم المسؤولين بس هقول كلمه ناس كتير بتخاف تقولها ودي ملهاش علاقه اهلي ولا زمالك انا راجل بقول كلمه حق في اي مكان م. ممدوح عباس انت عارف مشي ليه م. ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك انا اسف الرئيس او الاستاذ ممدوح عباس انت عارف هو مشي ليه م. لما عمرو حسين اتوفى اه اه اتحل المجلس. طبعا. مم. فانا اه ايا كان بقى تقول لي وانا احترم الدم واحترم الاسر فلو سمحتوا يا جماعه مم. وبقولها في كل حته والله من كل قلبي عشان انا بقول لك الكلمه دي بتحصل كتير جدا صرفنا فلوس حاجه محترمه من وزاره الشباب واتحاد الكوره ونادي الزمالك صرفنا فلوس زي الفل اتكلمنا بعدها على ايه؟ اتكلمنا على عمره على حج زي الفل كل ده جميل. وهقول كلمه بتتقال في كل الاستوديوهات بوس ما بتعوضش اي ام واي اب عن دوفر ابنها هي يعني عايزه تشوفه دقيقتين وبس مش عايزه اي حاجه بس بعد ثلاث شهور يا كابتن حازم هستنى منك تليفون بعد ثلاث شهور هستنى منك تليفون او اربع شهور بالكتير قوي هتلاقي نفس الناس اللي قالت حاجه محترمه مش ما انتوا خدتوا بقى فلوس ما انتوا طلعتوا عمره لازم نحافظ على الناس دي ومشاعرها صدقني مم. لانه مات عشان خاطر ناديه اللي بيحبه صح ما ماتش عشان هو يدمر في ناديه وعلى كل الروابط للجهلاء اللي مش فاهمين الالتراس مش رابطه الالتراس مش رابطه يعني لو رفعنا 900 قضيه مش هتلاقي حاجة. حاجة, حاجه دي ناس محبه بتتجمع على الفيس مش مش مقننه بحاجه مش قانونيه مش قانونيه بس هفكر كل الساده المشاهدين بموقف لما المهندس خالد عبد العزيز جماهير النادي الاهلي في الكونفدراليه راحت الصبح عشان تحط دخلاتها دخلوا غلط كانوا يدخلوا فالامن جالهم راح لهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه قال لهم ايه يا كابتن حازم؟ قال لهم لو سمحت لازم تخرجوا كلكم تدخلوا تاني بس تتفتشوا. راحوا خارجين معاه بمنتهى الادب وكانت موقف منه ولا اروع ده معناه يوصل لنا رساله ايه؟ للحوار الحوار لما نتكلم ونوصل لدماغ الشباب دولت لكن نطلع نحط إيحاءات مش م. حلوه م. إن نحط حاجه غير موضوعيه بالمره عايزين يا كابتن حازم لو سمحت ودي رساله منك لازم انت نجم كبير وكلمتك أوه. تبقى مؤثره عند نجم عن كبير والكلام بتقوله كلام مهم وكلام ناس بص كابتن حازم عايزين البلد دي تاخد خطوات بنحب البلد دي ولا مش بنحبها بنحبها م. يبقى كل واحد الجماهير جماهير م. والمدير فني مدير فني واللعيب لعيب والجماهير جماهير والرياضة بدون جماهير ملاش م. اي معنى بس احنا دورنا نرجع الجماهير ودور المسؤول يحط عليهم. القواعد انها تحافظ على الجماهير صح يعني كلام ولا احسن ولا اجمل يا شادي نهيت بيه الحلقه وبشكرك وبحييك شكرا جزيلا مستمتع بيك دايما في برامجك باذن الله ومتفوق دايما يا شادي كما كنت لاعب ناجح تكون ان شاء الله اعلامي ناجح باذن الله دايما واللي انت على الطريق يعني باذن الله شكرا على تشرفك ليا وانت يعني يعني وجهة مشرفة لنادي الزمالك ورمز من رموز نادي الزمالك والبعيد بقى عن الحاقدين دي رقم واحد رقم اتنين آآ طبعا آآ الاعلام انت بتتكلم اعلام عشان شفت حاجات كتير جدا احترفت حققت انجازات مع منتخبنا تعلمنا منك حاجات كتير جدا فانت مثال للأدب والاحترام عشان كده انا ببقى سعيد جدا وانا معك شغل كبير وانا عندي جنب بعض كتير على الكاميرا لكن الواحد بص لما بيشوف زمايله في الملعب ناجحين في المشوار الثاني المشوار الاعلامي بشكرك اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا حقيقتنا كانت حلقه مهمه وقويه مع نجم او كابتن النادي الاهلي الاكثر حصادا للبطولات مع النادي الاهلي ككابتن الفريق كابتن شادي محمد بشكر زميلنا من الجزائر وهي طبعا عبد وشغل كبير جدا طبعا زميلنا هنا في الاعداد عمر الايوبي وادهم ومخرجنا الكبير ياسر يعني مش عارف لك يا ياسر لكن دايما متاخرين عليك وشكرا جزيلا نشوفكم ان شاء الله بكره وكابتن سيف زاهر وكره مع الحياه